الجزء الباقي في الألفية كليبتكس، هتفضل المجموعة الصغيرة كده بتاعت الأدوية الجديدة اللي إن شاء الله من سنة 90. ونبدأ بقى في موضوع اللي اسمه الأنتي ديبريسنت. وغالبا إن شاء الله كده هيبقى فاضل عندنا في السي إن إس، لو ربنا أكرمنا يعني خلصنا النهاردة الأنتي ديبريسنت دول، هيبقى فاضل عندنا الجزء بتاع السي إن إس ستيمولانت والجزء بتاع الأناثيزيا اللي هو الجنرال طبعا اللي هو طبع السي إن إس. ولا لسه الحقيقه ما اتشرحش في المحاضرات، بس يعني بالخبره كده او يعني بالتجربه السابقه عارفين ايه الحاجات اللي بتتشرح وايه الحاجات اللي لا. فبنفكر يبقى ده المره الجايه ان شاء الله نخلص من السي ان اس كله، ونبدا بعد كده بقى في الجزء الاندوكراين الجبائي. هيبقى عندنا الكورتيكوستيرويدز مجموعه كبيره ومهمه، وعندنا الثيرويد هرمونز. يمكن الهرمونز نفسها ما هياش مهمه قوي، هو المهم الانتي ثيرويد دراجز والجزء بتاع السكس هرمونز. وهنركز فيه قوي بقى ان شاء الله على الكونتراسيبتيفز بالتحديد، هي دي الجزء اللي يهمنا قوي في السكس هرمونز. احنا كنا قلنا بقى الحصه اللي فاتت دي كلام كده يعني مش بطال تاني عن الابيليبسي، مش كده؟ عرفنا مشكله الابيليبسي عباره عن مجموعه من النيورون فيها هايبر اكسيتابيليتي بيسموها الابيليبتيك فوكس او الابيليبتوجينيك فوكس او البرايمري فوكس، اي اسم بقى. ودي الاعراض والانواع بتاعت الابيليبسي تتوقف على المكان اللي فيه الفوكس دي، الموجوده في الفرونتال ولا تمبرال ولا غيره، وبتعتمد على الديجري اوف سبريد اوف امبلسز. الامبلس اللي طالعه من الفوكس دي ترى بتاكتيفيت جزء معين من البرين ولا البرين كله. وقسمنا بقى الابيليبسي الى نوعين، نوع سميناه بارشال او فوكال زي ما انتم فاكرين كده، ونوع تاني اللي هو الاسوء شويه اللي بنسميه جنرالايزد. وعرفنا بقى ان الجزء او طريقه علاج الابيليبسي او الهدف من علاج الابيليبسي ان انا احاول اقلل شويه نشاط الاكسيتاتوري ترانسميترز زي الجلوتاميت مثلا بشغله على الريسبتورز زي النامدا والامبا، وان انا اقلل الانفلكس بتاع الصوديوم والكالسيوم، وان انا ازود في المقابل بقى الشغل بتاع الجابا، سواء ان انا ادي ادويه تنشط الجابا زي البنزودايزيتينز والباربيتوريتس، او ان انا ادي ادويه زي ما نعرف ان شاء الله النهارده ممكن تكون فكرتها ان انا احاول ازود ريليز اوف جابا، او ان انا امنع الابتيك او امنع الديجراديشن عن طريق انزيم اسمه جابا ترانس امينيز. وبالتالي قلنا بقى ثلاثه الكبار امبارح، ثلاث ادويه مهمين في الابيليبسي، الفينيتوين والكربامازيبين والفالبرويك اسيد. طبعا واحده من ذاكر المهم بالنسبه لنا قوي الميكانيزم اوف اكشن، الفينيتوين والكربامازيبين كانوا بيشتغلوا كمبرين ستابلايزرز بيقفلوا مينلي الصوديوم شانلز، وبالتالي هيشتغلوا او هيعالجوا انواع الابيليبسي اللي هي غالبا معتمده على دخول صوديوم اللي هو الجنرالايزد وما يسمى بالبارشال سي، لكن ما هماش يعني مش هينفعوا في البيتي مال ابيليبسي، وبالعكس ممكن يعملوا ورسنج اوف ذا كونديشن في حالات الاطفال. الدواء اللي كان اسمه الفالبرويد او الفالبرويد اسيد والصوديوم فالبرويد كان طريقه شغله كومبلكس كده شويه، بيعمل كذا حاجه مش كده، كان بيقفل صوديوم وبيقفل كالسيوم، النوع اللي سميناه الفولتج جيتد تي تايب، وكان بيشتغل كجابا ترانس اميليز انهبيتور، وكان كمان بيقلل شغل الجلوتاميت والاسبرت، عشان كده بينفع تقريبا في كل انواع الابيليبس. عرفنا بقى الايثوساكسيمايد ماشي كده، ده اتفقنا ان هو ده دراج تشويس في حالات الكتيبه الابيليبسي اللي بنسميها الابسنس، لان هو المين اكشن بتاعه از بلوكينج اوف ذا فولتج جيتد كالسيوم شانلز اللي سميناها تي تايب. ويقال برضه ان هو ممكن يعمل ورسنج في الجراند بان، يعني زي ما الفينيتوين والكربامازيبين يزودوا البتي مال، غالبا الدواء ده لما بيقفل الكالسيوم شانلز ممكن يحصل كومبنسيشن ويدخل صوديوم اكتر فيزود مشكله الناس اللي عندهم الجراند مال ابيليبس. ايه الحاجات بقى اللي كانت كومن كده في عيوب الادويه دي؟ يعني الفينيتوين ولا كان بيعملوا مشاكل على السي ان اس، سواء كانت بيهيفير تشينجز كونفيوجن ودراوزنس ومش عارف ايه والهلوسينيشن، وحاجه اسمها سيريبيلو فيستيبولار ديس فانكشن اللي كانت مهمه قوي اللي هي الاتاكسيا والديبروبيا والنستاجمس والفيرتايل، ويعملوا مشاكل على الليفر. يعني لا غير ان هم صح لهم نشاط على الهيباتيك مايكروزوما انزيمز ممكن يبقوا يعملوا هيباتيتس وهيبات توكسيسيتي، غالبا كان كلهم بيعملوا كده، وكانوا بيعملوا الرجي ليها اشكال غريبه شويه، مش بس راش وفيفر والكلام ده، كانوا بيعملوا حاجه اسمها ليمفا. دي نقطه من الحاجات اللي كانت تلخبطك وممكن تشخص الحاله انها هوتجكن او ليمفوما، وهي مجرد رياكشن لده صح. وتراتوجينيسيتي، الثلاث ادويه الكبار كانوا تراتوجينيك مش كده؟ الفينيتوين والكربامازيبين كانوا بيعملوا تقريبا زي بعض، حاجه سميناها الفيتال هايدنتوين سيندروم، كان عباره عن كليفت ليب وكليفت بلد، وبيقال كمان ان معاه كارديك سيبتال ديفكت.
الكارباميزيبين عمل كمان سباينال افيدا وقلناها عشان دي موجوده في العمل ان شاء الله بعد كده. الدواء اللي بنسميه فالكوريت عمل مشكله مهمه قوي اللي هي السباينال بيفيدا. كان لهم مشكله بقى في الدراج انتراكشنز بتاعتهم ان كان معظمهم هيباتيك ماكروزومال انزيم انديوسرز وبالتحديد فيليتوين وكارباميزيبين وفينوباربيتون، والوحيد اللي كان انهبيتور كان الصوديوم فالكرويت او الفالبرويكاس. عشان كده كان عندنا قاعده مهمه بقى ان انا احاول اتجنب البولي ثيرابي في علاج الابيليبسي، يستحسن اعتمد على وان دراج اللي احنا بنسميه مونو ثيرابي. بندي دواء واحد، بنحاول نزود في الجرعات على قد ما نقدر، لو ما حصلش استجابه يا بنغير الدواء وده افضل، يا اما بضطر في الاخر ادي دوائين مع بعض. كنا وقفنا بقى امبارح لحد الجزء بتاع الاذر نيو انتي ابيليبتيك دراجز. الجزء ده الحقيقه هو يعني عاده ما بنسالش فيه في الاسئله ولا في النظري ولا غيره، بس عشان يعني ايه للاحتياط يعني احنا عندنا مجموعه من الادويه، هو في الكتاب كاتبهم سبعه، احنا هنزود عليهم اثنين كمان يعني، منهم واحد موجود في الكتاب قبل كده، واحد مهم ما اعرفش يعني ليه وقع من الكتاب يعني، مع ان واحد من المجموعه المهمه الجديده يعني. قبل بس ما نقولهم يعني، هو في عشان نلم الموضوع برضه، اول دواء اللي اسمه لاموتريجين، والدواء نمرة 2 اللي اسمه توبيراميت، والدواء نمرة 7 اللي اسمه زوني سامايت. الأول والثاني اللاموتريجين والتوبيراميت والزوني سامايت تقريبا بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. يعني ممكن تحطهم كده مع بعض، هما بيقفلوا صوديوم شانلز وبيقفلوا كالسيوم شانلز وبيعملوا بلوك الجلوتاميت والاسبارتيت ريسبتورز. يبقى الثلاثة دول زي بعض كده بالنسبة لي، ولو أخدت بالك طالما قفلوا صوديوم وقفلوا كالسيوم وقفلوا النمضة والامبر ريسبتورز غالبا هينفعوا في كل انواع الفيلس. مش مهم قوي الاعراض الجانبيه، لان هتلاقي في الاخر احنا بنلف وندور على نفس الاعراض، سيديشن واتاكسيا والرجي وهيباتوكسيسيتي ومش عارف ايه، فما تشغلش بالك قوي، ركز بس عشان لو اتسالنا يبقى الميكانيزم فاكشن. بالمناسبه يعني الزوني سامايت اخر واحد ده هو ان واحده عشان بس يبقى كلامنا صح. الدواء الثالث اللي اسمه ليف تيراسيتام، هو ده فيه سبيلنج ميستيك بقى دي لازم تتصلح، هو اسمه ليف تيراسيتام يعني بعد الار في اي، اسمه ليف تيراسيتام. الدواء ده طريقه شغله الحقيقه مختلفه تماما عن كل ادويه الابيليبسي. هو بيمسك حاجه يسموها الفيزيكولر بروتين، انت عارف الفيزيكلز اللي جواها النيورو ترانسميترز، الكلام بتاع زمان بقى بتاع الاوتونوميك، بتلاقي دايما الكيميكال ترانسميتر بيبقى ستورد انسايد فيزيكلز، مش كده؟ الفيزيكل ميمبرين ده او الفيزيكلز نفسها فيها بروتينز. في الدواء اسمه ليف تيراسيتام ده بيمسك في ما يسمى بالفيزيكولر بروتين، حاجه اسمها اس بي 2A، مش مهم التفاصيل قوي، بس هو الاس بي اختصار البروتين اوف ذا فيزيكلز يعني، او يسموه سينابتيك فيزيكولر بروتين. لما بيمسك في البروتين ده بيعمل حاجه اسمها موديوليشن اوف نيورو ترانسميتر ريليز. تلاقي كتاب القسم كاتب كده مش كده؟ بيعمل موديوليشن للريليز بتاع جلوتاميت والجابا. وكلمه موديوليشن دي معناها ايه بقى؟ بيظبط، بمعنى ان هو غالبا بيعمل انت عايز ايه في الابيليبسي؟ عايز تقلل مين وتزود مين؟ عايز اقلل جلوتاميت ريليز وعايز ازود الجابا، وغالبا هو بيعمل كده. غالبا كلمه موديوليشن دي هو انهانس الريليز بتاع الجابا، ودي حاجه انهبيتوري كويسه في الابيليبسي، وممكن يقلل شويه كمان افراز الجلوتاميت. فده المقصود وده طريقه شغله، غير خالص كل الحاجات اللي فاتت واللي جايه. ملوش علاقه ابدا لا بكالسيوم ولا بصوديوم ولا بشغل على الريسبتور بتوع الجابا ولا حاجه. الجابا بنتين هتلاقي مكتوب كده، انت لو اخدت بالك من الاسم هو اسمه جابا بنتين مش كده؟ فمعظم او كتب كتير قوي كاتبه ان هو بما انه شبه الجابا كده فبيشتغل عن طريق ان هو بيستيميليت الريليز اوف جابا فروم ذا جابا مينرجيك نيورونز. اتضح بقى في الكتب يعني جديده شويه ان هو ات هاز نثينج تو دو وذ جابا، ملوش اي علاقه في شغله بالجابا خالص، لا بالريليز ولا بالابتيك. فاضل ليه فيروسيتام بيشتغل على حاجه اسمها سينابتيك فيزيكال بروتين، ده موجود على الفيزيكلز اللي جواها الكيميكال ترانسميترز. لما بيمسك في البروتين ده بيعمل حاجه اسمها موديوليشن اوف نيورو ترانسميتر ريليز. كلمه موديوليشن دي ممكن تكون زياده او نقص، ان هو بيعمل عمليه تظبيط يعني. فبيقال ان هو طريقه شغله كده، ان هو لما بيمسك في البروتين ده يجي على الجابا مينرجيك نيورونز ويزود خروج الجابا، ويجي على الجلوتامينرجيك نيورونز ويعمل العكس، يخلي الجلوتاميت ما يخرجش من النيرف بتاعه. احنا طبعا لو حصل في ام سي كيو سالنا على الجابا بنتين يبقى هو بيزود الريليز بتاع الجابا، بس هو فعليا الحقيقه زي ما قلت لك كده مكتوب في الكتب كده بالنص، it has nothing to do with جابا، ملوش اي علاقه بالجابا.
ومكتوب في معظم الكتب الميكانيزم اوف اكشن از انون، لكن يعني على قد الكلمتين اللي عندنا ان هو بيزود الريليز اوف جابا، وخلاص انت عارف بقى بقيه الاكشن اللي ممكن يحصل لما يحصل ريليز اوف جابا. البري جابالين اللي وراه ده على طول كده اعتبرهم الاثنين بقى زي بعض، الاثنين بيشتغلوا باي ريليز اوف جابا، الاثنين بيشتغلوا باي ريليز اوف جابا، بس احنا عرفنا الحقيقه في موضوع الجابابيلتي. التايا جابين ده دواء مهم على فكره، التايا جابين ده بيشتغل باي انهبيشن اوف جابا ابتيك. انتوا فاكرين لسه مش كده ان الجابا زي كيميكال ترانسميترز بتتصنع وبتتخزن، ولما يجي نيرف اكشن بوتنشال بيحصل كالسيوم ويحصل ريليز، اشتغلوا على الريسبتورز بتاعهم البوست سينابتيك وبعدين يحصل له ابتيك وبعدين يتكسر بقى بانزيم احنا سمعناه اسمه جابا ترانس امينيز. بيقال ان التايا جابين ده شغلته ان هو يمنع الابتيك بتاع الجابا مره ثانيه من بره النيرف لجوه النيرف اللي بنسميه نيورونال. مين اللي كان بيعمل الشغلانه دي؟ مين اللي كان بيدخل الجابا من بره لجوه؟ صح، ترانسبورتر سميناه الجاد مش كده؟ وانا اكتشفت الحقيقه وانا ببص كده في الكتاب العملي ان هو كاتبه وكاتب حتى ان اسمه جاد 1 يعني اسمه بالكامل بقى. هو الجابا ترانسبورتر اللي هو بينقل الجابا من اكسترا نيورونال لانترا نيورونال. الدواء الاخير بقى اللي هو الزوليسامايد احنا قلناه مع المجموعه اللي قلناها ان هو بيشتغل على صوديوم وكالسيوم وبيقفل الريسبتورز بتاعه الجلوتاميت والاسبارتيت. الدواء اللي انا هزوده لك او الدوايين، في دواء منهم موجود في اول الشرح في الكتاب، دواء اسمه الفيلباميت. لما تبص على اول صفحه في الابليبسي كده هتلاقي كان مقسم لك الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي ابيليبتيك دراجز مش كده؟ هتلاقي مكتوب كذا مره كده دواء اسمه الفيلباميت. بدل ما ترجع تبص بقى هو الفيلباميت ده تقريبا شغله زي الفالبرويد. طريقة شغله انه يعمل كل حاجه، يقفل صوديوم ويقفل كالسيوم وينهبت الجابا ترانس امينيز وان يعمل بلوك اوف نامدا ان امبرسيت. يبقى الفيلباميت ده سهل قوي ان هو يتحط مع الفالبرويك اسيد وبالتالي تقريبا يقدر يعالج كل انواع الابيليبسي. الاخير بقى وده موجود في كل الكتب وعايز اقول لك ان كان موجود في كتابنا ومعرفش ليه غضبوا عليه يعني، ده اسمه في جابا ترين. صح؟ في جابا ترين. عشان نعرف بقى الدواء ده بيشتغل ازاي، الفي اي دي مش مهمه بالنسبه لك قوي، هي اختصار حاجه اسمها في نايل، هي عباره عن مجموعه كيميائيه اسمها الفي نايل جروب، كويس؟ الجابا دي انت عارفها صح؟ جابا عمايلي بيوتريك اسيد اللي هو اشهر نيورو ترانسميتر موجود في البرين. التي ار دي اختصار ترانس امينيز، والاي ان اختصار انهبيتور. صح، يبقى الدواء ده كده، الدواء ده عباره عن جابا ترانس امينيز انهبيتور عليه بس مجموعه اسمها الفي نايل. الفي نايل دي بتعمل انهبيشن ريفرسبل للترانسبورتر، تمسك في الترانسبورتر ما يعرفش يشيل جابا تاني. سهله؟ يبقى الفي جاباترين ده هيتحط من ضمن الادويه الجديده بطريقه شغله جايه من الاسم بتاعه ان هو بينهبت انهبيتور اوف جابا ترانس امينيز انزيم، يمنع ان الجابا ترانس امينيز يشتغل بطريقه ريفرسبل لحد ما يتكون انزيم جديد بقى. تمام؟ يبقى خلصنا كده بقى من مجموعه الادويه الجديده في علاج الابيليبسي. الجزء بتاع تشويس اوف انتي ابيليبتيك دراجز هو ده الجزء اللي هنقوله ان شاء الله في العمل، بس هو مبدئيا يعني هتلاقي الكلام انت عرفته من شرح النظر. يعني لو عندنا حاله جراند مال ابيليبسي اللي هي اسمها ايه دلوقتي؟ بس كلمه جراند مال دي مش هتلاقيها موجوده في الكتب خلاص، اسمها جنرالايز تونيك كرونيك سيجرز مش كده؟ اللي هي الشكل بتاع الاورا وبعدين غيبوبه وبعدين تونيك كرونيك كونتراكشنز وكرونيك والعيان يصحى ويبقى دايخ ومش فايق مش فاكر والكلام ده. ولو كان الحاله دي او حاله بارشال سيجرز الادويه اللي بنختارها دايما هي الادويه اللي احنا قلناها بتاعت الصوديوم شانلز اللي هو الكاربامازيبين او الفينيكون، ده بالنسبه لنا الفيرست تشويس. دايما البديل بتاعنا هو الفالبرويك اسيد اللي بيعمل كل حاجه. الفينوباربيتون يعني اختيار ثالث لان مشاكله كتير قوي. الفينوباربيتون اكثر مشاكل من الادويه الثانيه بالذات على المدى البعيد يعني. الابسنت سيجر اللي هي زمان كان اسمها بيتي مال ابيليبسي، كلنا فاكرين بقى وده سؤال هيتساله دايما في الابيليبسي اللي هو الايثوساكسيمايد هو ذا دراج اوف تشويس. البديل بتاعنا ممكن استعمل فالبرويد، ممكن استعمل بنزودايزيبين زي كلونازيبام اللي هو يتقال عليه برضه برود سبيكترم انتي ابيليبتيك، ومكتوب في نمره سي كده اللاموتريجين اللي هو اول واحد قلناه النهارده ومكتوب جنبه از اد اون. يعني غالبا ما بديش لاموتريجين لوحده، احط الدواء الاساسي سواء بقى فالبرويت او ايثوساكسيمايد ممكن احط معاه لاموتريجين كدواء اضافي. ليه ما بستعملش الفالبرويت في الاطفال في فيرست تشويس؟ عشان الهيبات توكسيسيتي، عشان الليفر اساسا مشكلتنا كلها مع الدواء ده اللي ممكن يعمل ليفر توكسيسيتي.
الميكسد لو قلت لك بقى حاله فيها الاثنين مع بعض، ودي يمكن قلت لك حاله غريبه شويه، يبقى في بي تي مال وجراند مال، لكن اذا حصل يعني يبقى الدواء اللي هيعالج الاثنين دراج اوف تشويس هو السوديوم فالبرويت. الحاله اللي سميناها مايوكلونيك سيجرز هي نوع من الجنرالايز اللي كان بيحصل فيه كونتراكشنز كده في جزء من الجسم او في وان ليمب كده، ده كان بيتاخد فيه برضو الدواء الاساسي فيه هو الفالبرويت او الفالبرويك اسيد. لو في تشنجات في الاطفال بسبب الحراره بيسموها فيبرايل كونفلجنز، خلي بالك مش كل عيان، عشان لما تروح بقى ان شاء الله طب الاطفال، مش كل طفل عنده حراره بنديله دواء، حتى لو سخن شويه وبدا يحصل كونفلجن بنحاول الاول نقلل الحراره. اذا ما استجابش بقى فضل فيه كونفلجنز بنديله حاجه من الانتي كونفلسن دراجز. اكتر دواء بيتاخد هو الفالبرويت، لكن ممكن ادي الفينوباربيتول، ممكن ادي دايزيبام، وغالبا بيتاخدوا كلهم باي انجكشن. الحالات دي بيتاخدوا بارنترال. الستيتس فيها مليون دواء، ما اعرفش بقى ان شاء الله في العملي نبقى نعرف ان شاء الله عليكم الدوزس ولا لا، بس ما اعتقدش يعني، لكن بنستعمل كتير قوي زي ما قلت لك الدراج اوف تشويس هو الدايزيبام انترافينس. ممكن ادي لورازيبام، وده في ميزه ان ممكن يتاخد كمان انتراماسكولار زي ما قلنا قبل كده. ممكن ادي فينيتوين، فينوباربيتون، في الحالات بقى اللي هي طبعا فوسفينيتوين ده سمعناه قبل كده كده، هو مكتوب هنا بي اتش بس هو في الشرح كان كاتبه بالاف، مش هتفرق، هو عباره عن فينيتوين عليه فوسفيت. الفكره اللي فيه الاريتيشن قليل قوي، اقدر احقنه انترافينس وبسرعه، ما عنديش مشكله في الحقن، واقدر اديه انتراماسكولار لاني ما كنتش قادر ادي الفينيتوين انتراماسكولار، ويدخل جوه البلازما يتفك الفوسفيت ويدي الفينيتوين. الدواء ده ممكن يتاخد في حالات الستيتس ابيليبتيكس. الحالات بقى اللي هي ما بتستجبش للدواء دي بيديها، تخيل بيدوها جنرال اناثيزيا، يعني بيدوها ادويه زي الهالوثين مثلا او ادويه انترافينس زي دواء اسمه بروبوفول هنسمع عنه ان شاء الله في الاناثيزيا. عرفنا بقى مين انديوسر ومين انهبيتور. الكلام الكتير قوي اللي تحت ده اللي هو الايفكت اوف اي اي دي، هو اختصار انتي ابيليبتيك دراجز على الادفيرس بريجنسي اوتكمز. طبعا يعني هو اي حمل ممكن يحصل فيه حاجه بيسموها بريجننسي اوتكم او ادفيرس بريجننسي اوتكم، يعني يحصل ابورشن، يحصل مالفورميشن، تيراتوجينيسيتي، دي نسبه موجوده في كل الحوامل يعني او في كل الناس اللي بيتولدوا يعني. لقوا ان ادويه الابيليبسي بتزود احتمالات الادفيرس بريجننسي اوتكم، يعني تزود نسبه تيراتوجينيسيتي وتزود نسبه الابورشنز والميسكارج والحاجات دي. احنا عرفنا بقى مين بيعمل ايه في الادويه مش كده؟ يعني عرفنا الفينيتوين والكربامازيبين عملوا شكل ايه، عرفنا الفالبرويك اسيد عمل تشوه شكله عامل ازاي والسباينال بيفيدا، وعرفنا ان احنا مش هنمنع ادويه الحمل، ادويه الابيليبسي في الحمل هنكمل بيها، لان لو حصل اتاك وابيليبسي زي ما قلنا ممكن يحصل في بعض الحالات ابورشن، ممكن يحصل سيفير هايبوكسيا، ممكن يحصل مشاكل اسوأ من دواء الصرع نفسه. بس بندي غالبا دواء واحد وبندي ذا ليست افكتيف دوز، ولازم ندي سبلمنت اوف فوليك اسيد. فوليك اسيد مهم قوي في الحمل عموما، واكثر اهميه طبعا في حالات الادويه دي عشان يقلل احتمالات التراتوجينيس. في اخر الحمل بالذات لو العيانه بتاخد حاجه من الادويه الانديوسرز زي الفينيتوين، زي فينوباربيتون، زي كاربامازيبين، هيبقى دايما في طفل معرض لبليدنج. الفيتس معرض لما يتولد ان يحصل بليدنج نتيجه نقص البروثرومبين اللي هو الهايبوبروثرومبينيميا، فلازم يتاخد بعد كده فيتامين دي عشان يمنع ان يحصل بيه بتاعي. يبقى ده باختصار كده الجزء بتاع الابيليبسي خلصنا منه الحمد لله. الجزء اللي باقي بقى في تنسيق الناس اللي هي صفحه 232 مكتوب تريتمنت اوف افكتيف او مود ديس اوردرز. يبقى في مشكله في الحاله المزاجيه بتاعت البني ادم يعني، والمفروض يعني الواحد يبقى مزاجه كده معتدل ان شاء الله. في بعض الناس بقى بتدخل في مشكله اسمها ديبريشن. وفي ناس بتدخل في مشكله ثانيه كده اسمها المانيا او المانيك اتاكس اللي هو الجنون. كويس؟ بيقال ان اللي بيكونترول المود يمكن ده قلناه من اول ما جينا نتكلم في الاوتونوميك. في نظريه كده على فكره يسموها البيوجينيك امين ثيوري. نظريه قائمه على ان اللي بيعمل كنترول للمود في البني ادم هو البيوجينيك امينز، وبالتحديد السيروتونين 5 هيدروكسي تريبتامين والنور ادرينالين. كان بيتحط معاهم الدوبامين، بس لقوا ان الدوبامين دوره في الكنترول بتاع المود قليل قوي، ما عادش حد بيتكلم عليه. كان زمان في ادويه كتير قوي شغلها انها تحاول بالاكتئاب تعلي دوبامين. دلوقتي اللي بيشتغلوا كله تقريبا بيشتغلوا على الاثنين دول.
دول لما هيقلوا بقى هيبتدي يحصل ما يسمى بالاندوجينس ديبريشن او يسموه الميجور ديبريسيف ديس اوردر، ولو زاد هيبتدي يدخلوا في اعراض يسموها اعراض المانيا. اعراض المانيا مختلفه شويه عن اعراض السايكوزس. فاكرين المره اللي كنا فيها عن الفصام السايكوزس اللي عند اللي عنده بوزيتيف ونيجاتيف وديليوجنز وهالوسينيشنز ومش عارف ايه. غالبا العيان اللي عنده بانيك اتاكس ده بيبقى مختلف شويه، بيبقى يعني اعراضه عكس اعراض المكتئب تقريبا، يعني بيبقى واثق في نفسه زياده عن اللزوم، بيتكلم كتير، بيتحرك كتير، امبالسيف، متهور، انبريدكتبل في تصرفاته. يعني مش قصتنا على فكره الحته بتاعت المود بتاعت المانيك اتاكس. كتاب القسم رجع قسم بقى المود ديس اوردرز الى حاجتين مهمين قوي، الدبريشن والمانيا. الدبريشن على فكره هو نفسه بيرجع نقسمه لحاجه بنسميها اندوجينس ديبريشن اللي هو السايكيك ديبريشن اللي احنا بنتكلم عليه يعني، وحاجه اسمها اكسوجينس او رياكتيف ديبريشن. الاكسوجينس او الرياكتيف ديبريشن اللي هو معظم الناس بتشتكي منه ده عباره عن رد فعل للحياه، مفيش فيه خلل في الكيمياء، مفيش فيه حاجه غلط اقدر اصلحها، ما عندوش مشكله في المونوامينز. هو مكتوب بقى في الكتاب اسباب بقى، مش عارف الوفاه والمرض والمش عارف ايه ديث وايه وديزيز وادويه ومليون حاجه تاني بقى، صح؟ سنه ثالثه بقى والكليه والبلد وكل حاجه. ده غالبا مش محتاج تريتمنت، ميديكال تريتمنت. ده يا اما ان شاء الله يحصل سبونتينيوس ريكفري، مش ازاي بقى تخف لوحدك كده، يا اما يعني زوال السبب بقى او التعود او كده يعني. وده محتاج حاجه اسمها منستريشن. منستريشن دي مقصود بيها نوع من الدعم، يعني تلاقي حد يطبطب عليك، حد يقول لك معلش يا ابني سنه ثالثه هتخلص ان شاء الله قريب كده، يعني ده يقول عليه الاكسوجينس ديبريشن. النوع المهم بقى اللي هو الاندوجينس ده، هو على فكره الاندوجينس ده منه نوعين. يعني الاندوجينس بيتقسم الى حاجه اسمها يوني بولر ديبريشن. مقصود بيها ايه بقى؟ يوني بولر يعني ايه؟ يعني مكتئب ولما يتعالج يرجع نورمال مود، صح؟ ولما بعد شويه كده يقل المونوامينز في البرين يرجع اكتئاب تاني، ولما يتعالج يرجع نورمال. ده اسمه يوني بولر. في نوع تاني بقى اسمه الباي بولر اللي هو يسموه دلوقتي مانيك ديبريسيف ديس اوردر، اللي هو بيقلب منك بقى عنده اكتئاب وبعدين تيجي تعالجه، فبدل ما يقف هنا كده ويرجع للنورمال مود يروح يعني طالع لفوق بقى، يروح داخل منك في مانيك اتاكس. ده بيبقى محتاج حاجه يسموها مود ستابيلايزر. مش مهم طبعا النسب 65% و25% والكلام ده ما يهمناش قوي. علاج الاندوجينس ديبريشن ده هو طبعا كتاب القسم بيقول لك هو بيجي سبونتينيوس مش عارفين سببه، وكاتب جنبه كده ان هو جينيتيكالي ديترمنت. عليها خلاف شك شويه، يعني كون ان الناس اللي بتدخل في يوني بولر ديبريشن دي حاجه جينيتيك مش مؤكده قوي. وعلاجه بقى ان شاء الله هنعرف دلوقتي، لان هو كله مشكلته ديفيشنسي اوف مونو امينز على حسب النظريه دي. بيتعالج بالانتي ديبريسنس بتوع النهارده، وبيتعالج بحاجه اسمها الاي سي تي اللي هي اختصار الكترو كونفالسيف ثيرابي، جلسات الكهرباء، مش اي كهرباء يعني، الكهرباء بتاعت الدكاتره يعني. الباي بولر بقى ده محتاج ده طبعا بيبقى سبونتينيوس، وده بقى فعلا فيه جينيتيك فاكتور، ده اكتر حاجه مؤكد فيها ان في عامل وراثي في الموضوع. يحصل خلل في البيوجينيك امينز تقل قوي، ولما تيجي تظبطها بدواء تروح عاليه قوي، ده بيقول عليه الباي بولر. ده محتاج حاجه يسموها مود ستابيلايزر زي الليثيوم. ولو انت فاكر امبارح كان الكاربامازيبين وكان الفالبرويك اسيد بيتاخدوا كمود ستابيلايزرز، بيتاخدوا دلوقتي في الطب از مود ستابيلايزرز. ساعات بندي انتي سايكوتيك، فاكر المجموعه اللي كانت بتعالج السايكوزز بقى اللي هي تيبيكال والاتيبيكال، ساعات بيدوها لان هو المشكله واحده ان البيوجينيك امينز عاليه في اماكن معينه في البرين. ساعات بيدوا المجموعه بتاعت الانتي ديبريسنس، بس ده في الوقت اللي فيه اكتئاب، يعني مكتوب بلس اور ماينس انتي ديبريسنس. ده لما يكون داخل العيان في الناحيه بتاعت الاكتئاب. طبعا مش محتاج ان اقول لك اعراض الاكتئاب، مش كده؟ ما اعتقدش في حد ما يعرفش اعراض الاكتئاب يعني. نعم. لا مش ديبريشن اكتر، اللي هو الباي بولر ده. لا ده العيان ده الباي بولر ده غالبا بتبدا الاتاك بديبريشن، يدخل في اكتئاب، كويس؟ فيدوا له انتي ديبريسنت دراجز، يدوا له الادويه اللي بتحاول زي ما هنقول دلوقتي ان شاء الله تعلي المونو امينز فترجعه النورمال مود، فكل النتيجه ان هو بيحصل سوينج، يعني كانه بيتمرجح كده يروح للناحيه الثانيه. عشان كده في الوقت ده بقى يعني لما ابتدي اعالجه محتاج ادي حاجه اسمها مود ستابيلايزر، اخليه ما يتحولش الى عيان عنده مانيك اتاك.
الجزء بتاع الانتي ديبريسنتس اللي هو اللي يهمنا ان شاء الله في المذاكره يعني، هو عشان نفهم بس فكره الدبريشن، احنا اتفقنا ان هو نقص في البيوجينيك امينز او المونو امينز مش كده، سيروتونين ونور ادرينالين، وسيبك بقى من الايه من الدوبامين. هنرجع نفتكر بقى حاجه مهمه قوي كنا سمعناها ايام الاوتونوميك. افترض معاك ان ده كده نيورون بيبقى بيتقال عليه ادرينرجيك نيورون، صح؟ ده كان وظيفته ادرينرجيك نيورون بتاع اول السنه، ده كان وظيفته سينثيسيس وستورج وريليز وابتيك، صح؟ النيورون ده كان وظيفته كده. طيب مش مهم بقى الخطوات اللي كان بيتصنع فيها النور ادرينالين. انت فاكر بنبدا بالفينيلالانين، صح؟ تايروزين، دوبا، دوبامين، يدخل جوه البيسيكلز يتحول الى نور ادرينالين، يفضل متخزن جوه البيسيكل لحد ما يجي نيرف امبلس ويحصل ريليز اوف نور ادرينالين. بيطلع بقى النور ادرينالين ده يشتغل على الريسبتورز اللي موجوده بوست سينابتيك، سواء الالفا او البيتا، ما يهمناش بقى دلوقتي انواع قوي. وبعد كده يحصل له ابتيك. وكان الابتيك بيحصل بحاجه سميناها وقتها لو انتم فاكرين نت، لو اختصار نور ابنفرين ترانسبورت. ده الكارير اللي بيشيل نور ابنفرين يدخله جوه تاني. لما يدخل جوه بقى نور ادرينالين ده، لما كان بيدخل جوه جزء منه كان بيستخبى جوه الفيسيكلز اللي هو يسموه فيسيكلر ابتيك او جرانولر ابتيك، والجزء الثاني كان بيتكسر في الماو والكوبت طبعا. بس الانزيم اللي هم بقى مهم قوي بالنسبه لي هنا كان الماو. في كم نوع من الماو؟ صح، في ماو اي وماو بي. ماو اي ده بيكسر، ماو اي بيكسر كل المونوامينز، الماو اي ده بتاع كله يعني، كسر نور ادرينالين. مكتوب على فكره في الكتاب يعني، معلش انسى الكتاب شويه بقى وهنرجع له والله، بس يعني نلم الموضوع كده في الاول وبعدين نشوف. بيكسر ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين وسيروتونين واي حاجه وتيرامين وغيره يعني. النوع الثاني اللي اسمه كان موبي ده ما كانش بيكسر الا بيكسر دوبامين. الموبي ده سلكتيف قوي ما بيكسرش الا دوبامين، عشان كده استخدمنا حاجه اسمها موبي انهبيتور في الباركنسونز. طيب نفس الكلام بالظبط كده كان على السيروتونين. السيروتونين لو فاكرين كان جاي من امينو اسيد اسمه تريبتوفان، بيتحول عن طريق التريبتوفان هيدروكسيليز الى 5 هيدروكسي تريبتوفان، وبعدين يتحول عن طريق انزيم شبه الدوبا ديكربوكسيليز قوي، هو بس كان اسمه ال اروماتيك امينو اسيد ديكربوكسيليز، ما كانش اسمه دوبا ديكربوكسيليز لان سبستريت مختلف، بس هو يديني بقى ال 5 هيدروكسي تريبتامين اللي هو السيروتونين، والسيروتونين هيفضل متخزن لحد ما تيجي امبلس يخرج بره يشتغل على السيروتونين ريسبتورز اللي موجوده بوست سينابتيك، وبعد كده يحصل له ابتيك بحاجه اسمها سيرت، اختصار سيروتونين ترانسبورتر. ولما يدخل جوه جزء منه هيتكسر بالماو انزيم. كويس؟ اخر حاجه بقى عشان انت ان شاء الله تطلع لي ادويه الاكتئاب بنفسك كده، اخر حاجه ان كان في حاجه اسمها بري سينابتيك ريسبتورز على النيرف ده، كان في اوتو ريسبتورز كانت بتعمل عمليه تظبيط ريجوليشن يعني لافراز الكيميكال ترانسبورتر، مش كده؟ كان في بري سينابتيك الفا كان اسمه الفا 2، صح؟ وكان في بري سينابتيك سيروتونين انت مش مهم قوي تعرف رقمه، صح؟ هو يقول عليه 5 اتش تي 3 موجود و5 اتش تي 2 سي 2 سي، يعني انت عارف الريسبتور بتاعت السيروتونين 1 2 لحد 7 مش كده؟ وفي منهم متقسم سب تايبس، يعني الواحد ده كان فيه منه A و B و C و D ومش عارف ايه. النوع غالبا اللي موجود هنا هو نمره 3، والنوع اللي بنسميه 5 HT 2 C. المهم تفكر بس ان كان فيه بري سينابتيك سيروتونين ريسبتورز، لما كان السيروتونين بيشتغل عليهم يقلل خروج الكيميكال ترانسميتر، ونفس الكلام لما كان النور ادرينالين يطلع يشتغل على البري سينابتيك كان يعمل انهبيشن اوف نور ادرينالين ريليز. فهمنا كده القصه؟ طيب انت مشكلتك ايه بقى في الدبريشن؟ مشكلتي ان السيروتونين والنور ادرينالين يا الاثنين يا واحد فيهم بقى على حسب النظريه يعني قليلين. فهدفك في علاج الدبريشن ايه؟ ان انا اعلي المونو امينز دي في السينابس يعني. ده الهدف. اعمل اي حاجه بقى تخلي السيروتونين يعلى او النور ادرينالين يعلى، ولما هيعلوا هيشغلوا الالفا والبيتا والسيروتونين، فيبتدي الخليه العصبيه تشتغل ويبتدي يحصل مود اليفيشن اللي انت عايزه. طلع لي بقى ادويه الاكتئاب من الرسمه دي. صح، في طريقه ان انا امنع النيورونال ابتيك، مش كده؟ يعني ممكن اقول عليهم كده، هو يعني مش هيبقى كلامنا صح قوي، بس يعني عشان نبتدي بيهم كده نيورونال ري ابتيك
inhibitors. عايز تمنع ريابتيك بتاع ايه؟ عايز امنع ريابتيك بتاع السيروتونين. يبقى في عندي حاجه اسمها سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتورز، صح؟ كل شغلها على مين؟ على السيرت. يقال ان هي بتشتغل عليه اضعاف او الاف المرات اللي بتشتغل فيه على النت. يبقى هي غالبا سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتورز او نور ادرينالين، صح؟ يبقى انا عايز اعمل انهبيشن اوف نور ادرينالين. هو ملهمش اسم بس هنفترض ان هم اسمهم نور ادرينالين ريابتيك انهبيتورز. الكلام ده مش صح في التصوير ده، انا اقول دي مش موجوده، بس يعني للتسهيل ان انا امنع الريابتيك بتاع النور ادرينالين. الحل الثالث، لا قبل كل اللي احنا بنتكلم على النيورونال ريابتيك انهبيتور، مش كده؟ مره منعنا السيروتونين بس، مش كده؟ ومره منعنا النور ادرينالين بس، فاضل ان انا امنع الاثنين، مش كده؟ يقولوا عليهم بقى في الكتب هنسمع ان شاء الله يا تراي سايكليك انتي ديبريسنتس، يا حاجه اسمها سيروتونين نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتورز. دول موجودين بقى في المنهج، يعني تي سي اي ده والاس ان ار اي دول موجودين. يا اما اشتغل حسب الكيمياء، على فكره الفرق بين ده وبين ده هو كيميكال ستراكشر، لكن وظيفتهم زي بعض، ان هم يمنعوا نيورونال ابتيك بتاع بوث سيروتونين اند نور ادرينالين. طيب ادي مجموعه خلاص خلصنا منها بقى. المجموعه الثانيه ماو انهبيتور، صح؟ ان انا ادي حاجه اسمها ماو انهبيتور. تحب توقف انهي ماو؟ صح، البي ده ما عادش ليه قيمه قوي، مش كده؟ البي ده قيمته كله في الباركنسونيزم، اللي هو بيكسر الدوبامين بس وما يهمناش قوي في الاكتئاب. فممكن ادي سيلكتيف ماو اي انهبيتور، مش كده؟ اشتغل على الماو اي بس، او ادي نون سيلكتيف ماو انهبيتور يوقف كله، يعلي كل حاجه في البرين. وهنسمع ان شاء الله ان الماو انهبيتورز في منهم حاجات ريفرسبل، مفهومه يعني الدواء يعطل الماو شويه وبعد كده الماو يرجع يشتغل، وفي حاجات ريفرسبل يعني الماو باظ ومش هقدر اكسر مونو امينز غير لما جسمي يصنع ماو جديد. طيب الحل الثالث، صح، عشان ازود الريليز بقى ما عنديش حل غير ان انا اقفل البري سينابتيك ريسبتورز، مش كده؟ يبقى ممكن اقول عليهم كده بلوكرز اوف بري سينابتيك ريسبتورز. عايز اقفل ايه بقى في الريسبتورز البري سينابتيك دي؟ عايز اقفل الالفا 2، عايز اقفل ال 5 اتش تي، عايز اقفل الاثنين مع بعض خير وبركه. يبقى دول الثلاث مجموعات تقريبا الكبار دلوقتي في علاج الديبريشن. بالظبط، لان هي انهبيتوري، هي زي فكره الفيدباك. وغالبا انتوا عارفين سبب ليه بتعمل كده؟ يعني ليه لما البري سينابتيك ده يشتغل يقل خروج الكيميكال ترانسميتر؟ لانها الله يكرمك يا محمد، لانها بتشتغل جي اي، بتشتغل جي اي، يعني جي اي معناها ادينال سايكليز قليل، معناها سايكليك اي ام بي قليل، معناها كالسيوم اللي داخل جوه النيرف قليل، فالريليز بيبقى صعب لان الريليز ده محتاج ان يحصل اكسوسايتوزس باي كالسيوم انفلكس. طيب خلصنا كده بقى من المقدمه، عرفنا فكره علاج الدبريشن. طب قبل ما نبص في الكتاب، معلش عشان خاطري بقى خمس دقايق كده ونرجع والله نبص في الكتاب ونقول كل حاجه. احنا يبقى عندنا في المذاكره ان شاء الله احنا عرفنا الفكره بقى خلاص في الطب يعني. والطب حاجه طبعا، والفارما حاجه، والمذاكره حاجه، والامتحان حاجه، كل حاجه لوحدها يعني. احنا عندنا ثلاث مجموعات كبار ان شاء الله في المنهج عشان نذاكرهم يعني. مجموعه اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، ومجموعه ثانيه اللي بنسميها تراي سايكليك انتي ديبريسنتس، ومجموعه اللي بنسميها الماو انهبيتورز. دول الثلاث مجموعات الكبار، بس انا فهمت ان في باقي بقى، مش كده؟ في حاجات تشتغل على السيروتونين والنور ادرينالين بس ما هماش تراي سايكليك، صح؟ حاجه سميناها اس ان ار اي زي تراي سايكليك بالظبط، بس الفرق بينهم فرق في الكيمياء. وفي مجموعه الريسبتور بلوكرز الجديده بقى، دول هنقولهم على الماشي كده، هم يعني رغم ان هم دلوقتي بقوا مهمين قوي في الطب، لكن في المنهج احنا عندنا الثلاثه الكبار دول. طيب لو جينا نقارن بينهم كده ميكانيزم اوف اكشن واكشنز، على فكره مش يعني مش لازم تتعب نفسك وتكتب والله، اللي يعني مبسوط ان الموضوع ده هبعتها لها الورقه بتاعت المقارنه بين الثلاث ادويه زي ما بنكتبها كده، بس انت ركز ان شاء الله معانا. الميكانيزم اوف اكشن والاكشنز، الثيرابيوتيك يوزز لو في حاجه مهمه غير الدبريشن، الادفيرس افكتس او التوكسيسيتي والدراج انتراكشنز، هو السكيم العادي بتاع الادويه. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاس اس ار ايز مش محتاج ان انا اقوله بقى، بينهبت سيلكتيفلي السيروتونين ري ابتيك عند السينابس فيزود
السيروتونين في المكان اللي انت عايز تزوده فيه. يبقى ده طريقه شغله اللي هو بيعمل انهبيشن زي ما قلنا على السيرت المجموعه بتاعت التراي سايكليك انتي ديبريسنس بتعمل انهبيشن اوف بوث. صح، يعني كلمه بوث دي تحطها كده بقى ايه وخطوط بقى والوان والحركات اللي بتعملها دي. هو بينهبت النيرون ري ابتيك اوف بوث سيروتونين اند نور ادرينالين. بيقول عليه على فكره في كتب الكبيره بقى يقولوا عليه كوكين لايك اكشن. كوكين لايك اكشن، انت عارف الكوكين بيصحصح كده ويعلي المزاج قوي ويعمل العمال دي كلها ليه؟ عشان بيعلي دول. بيعليهم ازاي بقى؟ ان هو يمنع نيورونال ابتيك بتاعهم، يخليهم دايما بره عند السينابس اللي ما بين البري والبوست سينابتيك نيورون. الماو انهبيتور يبقى عيب قوي لو قلت بيشتغلوا ازاي، ما مشكله. الماو انهبيتور يعني بينهبت الماو، يطلع بقى نون سيلكتيف، يطلع سيلكتيف ماو ايه، يطلع ريفرسبل، يطلع ريفرسبل، مش فارقه كتير. نعم؟ تكييف هو كمان جاب لنا هنا الادوات ولا سابنا؟ معلش يا جماعه. طيب فارماكولوجيكال اكشنز بقى، هو كلهم بيعملوا ايه؟ كلهم لما يعلوا المونو امينز يعملوا ايه بقى؟ صح، يعملوا حاجه اسمها موت انيفيشن. نفس الكلام بقى، كلهم بيعملوا انيفيشن اوف ذا موت، مش كده؟ ده الهدف. هتلاقي كتاب القسم في الثلاثه تقريبا كاتب نفس الجمله. نو وما تبصش في الكتاب، انا ما اقصدش والله لو تجيب سيره كتاب الاسم ده ريفليكس كده تروح بص في الكتاب. هو انا اقصد ان هم بيشتغلوا متاخر، معظمهم بيشتغلوا متاخر. يعني هبدا النهارده اعالج الاكتئاب غالبا هيحتاجوا اسبوعين ثلاثه لحد ما يحصل موت انيفيشن. وهتلاقي بقيه الكلام اللي مكتوب برضه في الكتاب ان انا لما اوقفهم هيرجع العيان ديبرست تاني بعد اسبوعين ثلاثه، يعني انا بدات النهارده علاجي قدامي اسبوعين ثلاثه لحد ما مزاجي يتحسن، فضلت اخدهم وبعدين قررت ان انا اوقفهم، لما اوقفهم بعد اسبوعين ثلاثه غالبا هرجع ديبرست تاني لان المشكله ما اتحلتش. انا عندي نقص في المونو امينز، كل اللي انا عملته ان انا حاولت ان انا اعليه. وحتى تلاقي كتاب القسم راسم كده. راسم رسمه واحد زعلان هو مكتئب، وبعدين 2 to 3 ويكس بقى فرحان فجاه كده، وبعدين بعد 2 to 3 ويكس رجع زعل تاني. هو المقصود ب 2 to 3 ويكس دي ان هو لما وقف الدواء بس مش تبقى فاهم، مش هو بياخد الدواء، هو ما زعلش تاني وهو بياخد الدواء، طول ما بياخد الدواء في مود اليفيشن. طيب ده بالنسبه للاكشن الاساسي اللي فيه. قبل ما نكمل بقى بقيه الاكشنز، يعني مجموعه التراي سايكليك انتي ديبريسنس فيري باورفول، فيري باورفول انتي ماسكلينيك، يعني من الاكشنز المهمه قوي اللي فيها ان ليها فيري باورفول اتروبين لايك اكشن. ايه رايك بقى؟ هتعمل ايه مشاكل يعني؟ هتعمل كونستيبيشن، وهتعمل دراي ماوث، وهتعمل تاكي كارديا. تاكي كارديا مهمه بقى عشان هنقول لك دلوقتي في مشكله كبيره في القلب، وتعمل يورين ريتنشن، وتعمل بليرد فيجن ودراي اي الهيزوثاليا، وهب من كده زياده في الاي اي او بي. يبقى مين العيان اللي مكتئب وما ياخدش تراي سايكليك؟ اللي عنده جلوكوما، والناس اللي عندهم بناين بوستاتيك هايبر بليس. ودي على فكره غلطه بتحصل، انا شفتها والله، يعني حد من الاساتذه الكبار قوي كتب لعيان سنه فوق ال 70 مثلا كان مكتئب، كتب له تراي سايكليك وحصل فيها مشكله، دخل في اكيوت ريتنشن اوف يورين. يبقى دي حاجه مؤكده كانك بتدي العيان اتروبين بالظبط، ده من اقوى الادويه اللي هي اتروبين لايك اكشن. الاكشن الثاني بتاع تراي سايكليك ان ليه الفا 1 بلوكر اكشن. يعني الفا بلوكر يعني بازو دايلاتيشن، مش كده؟ ارتريس ولا فينز ولا ايه؟ اثنين، فيحصل هايبوتنشن ويحصل بوستورال هايبوتنشن. كويس؟ تمام. ما دام حصل هايبوتنشن يبقى توقع وراها ريفلكس تاكي كارديا. يبقى تاكي كارديا هنا متوقعه وعنيفه لسببين، اتروبين لايك والفا بلوكر هيعمل ريفلكس اكشن. في اذر اكشنز بقى هتلاقيها موجوده في الكتاب كده وموجوده طبعا في كل الكتب، ان ليه انتي هيستامينيك اكشن. يعني ايه انتي هيستامينيك؟ ما بيفرقش واحد، مش كده؟ سيبك من الالرجي، يعني بيعمل سيديشن. الدواء ده من الادويه المشهوره انها تعمل سيديشن لانها بتشتغل كانها انتي هيستامينيك. وزمان كده واحنا بنتكلم على البيبتيك السر عرفنا ان هم بيقفلوا الاتش 2. فاكرين كان مكتوب في الادويه كده اللي بتشتغل كاتش 2 بلوكرز، كان او من ضمن الادويه اللي بتعالج الالسر، اسف يعني، كان مكتوب اسامي غريبه كده، كان من ضمنها الاستروجين باين، التراي سايكليك انتي ديبريسنس. وسبب ان هم بيتاخدوا في الالسر مش ان انا بس بقلل الانكزايتي والتوتر بتاع العيان اللي هو التايب ايه بتاع القرحه ده الهدف منها كمان ان هو يقفلوا الاتش 2.
الاكشن الاخير بقى ليهم هنا زياده عن اللي ليهم انتي سيروتونين اكشن. وهنا بقى تيجي السؤال اللي كل الناس اللي بتذاكر وبتفهم تساله، لازم بتساله. اخواننا المشاهدين في المنازل اللي سابقينكم بقى شويه غالبا، او يعني اللي بيذاكر بترتيب كتاب او حاجه، اكتر سؤال بقى يعني وصلني في الفتره السابقه، ازاي الادويه دي انتي ديبريسنت وعايزه تعلي سيروتونين وفي نفس الوقت ليها انتي سيروتونين اكشن؟ اللي انا اعرفه من زمان من اساتذتنا بيقولنا كده، يعني ان الانتي سيروتونين اكشن ده از بريفرال، يعني بيقفل السيروتونين ريسبتورز بره السي ان اس. لما كبرنا بقى ويعني بقينا نعتمد على نفسنا شويه كده، لقينا ان غالبا الانتي سيروتونين اكشن ده حاجه حلوه، ما هوش حاجه وحشه، لان الانتي سيروتونين اكشن ده بيقفل، انت عايز تقفل ايه في الرسمه اللي بتفرق؟ عايز تقفل بوست سينابتيك ولا بري سينابتيك؟ عايز تقفل بري سينابتيك، عشان لما تقفل البري سينابتيك كانك قفلت الريسبتور اللي بيمنع الريليز، مش كده؟ فكانك زودت الريليز. فغالبا الاكشن ده حلو، يعني غالبا الاكشن ده عباره عن بلوك اوف بري سينابتيك ريسبتورز، فيقوم يزود خروج السيروتونين وده المطلوب في العيان، يبقى ما هوش حاجه سيئه الحمد لله ولا حاجه. اخر اكشن في التراي سايكليك انه بيعمل حاجه اسمها لورنج اوف ذا سيجر ثريشولد. وانا سمعت الكلام ده فين؟ لور ذا سيجر ثريشولد. سمعتها في حاجات كتير الحقيقه، بس قريب قوي سمعتها في الكلوربرومازين، مش كده؟ اللي هو كان انتي سايكوتيك تيبيكال. طيب معناها ايه بالنسبه لك ان شاء الله؟ لور سيجر ثريشولد معناها يعمل صرع، مش كده؟ يعني يعمل تشنجات وبالتالي ممنوع في الصرع. بالمناسبه بقى السعيده دي، تقريبا كل ادويه سي ان اس اللي عدت عليك ممكن تعمل سيجرز. وكتير من ادويه الانتي مايكروبيالز بالكيموثيرابي تعمل سيجرز. في السي ان اس كله يعمل سيجرز لسبب او لاخر يعني، ما عدا الانتي كونفالس، صح؟ ما عدا ادويه بقى اللي بتعالج التشنجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. طبعا الجنرال انستيزيا، لان الجنرال انستيزيا دي بتظبط كل حاجه في الجهاز. لكن عشان يعني انت لو جيت في وقت من الاوقات كتبت المورفين بيعمل سيجر، انت صح. الاسبرين ممكن يعمل سيجر، صح، التوكسيك دوز بتاعته. المجموعه بتاعت الكلوربرومازين، المجموعه بتاعت النهارده، كتير قوي من الادويه في السي ان اس بتعمل تشنجات. يبقى ده بالنسبه كده للفارماكولوجيكال اكشنز بتاعت التراي سايكليك انتي ديبريسنتس. بص بقى عشان نقارن بالباقيين، اقول لك بس الماو انهبيتورز ليها انتي ماسكارينيك اكشن. اتفضل يا دكتور تعالى. الانتي ماسكارينيك اكشن موجود مع الماو انهبيتورز بس اقل شويه، اقل من اللي موجود مع التراي سايكليك. والالفا بلوكر اكشن موجود برضه. يعني الماو انهبيتورز بتعمل اتروبين لايك وتخاف منها برضه في نفس العينين، وبتعمل الفا بلوكر اكشن تتوقع معاها بقى هايبوتنشن وريفلكس تكيكارديا والكلام ده. مفيش بقى الاكشنز الثانيه دي. بص على الاس اس ار اي، مفيش اتروبين لايك اكشن ومفيش الفا بلوكر اكشن، مش اي حاجه ثانيه. الاس اس ار اي دول شغلهم تقريبا الوحيد، الحاجه الوحيده اللي بيعملوها ان هم يعلي السيروتونين عند السينابس باي انهبيشن اوف نيورونال بي ابتيك. استعمالات بقى هنتكلم ان شاء الله عليها دلوقتي، هقول لك استعمالات كل واحده فيهم، لكن طبعا اهم استعمالي هم الثلاثه الاكتئاب، يعني الاندوجينس ديبريشن او السايكيك ديبريشن زي ما بنقول يعني. الادفيرس افكتس مش هنطول قوي فيها، مش هنطول قوي يعني، قصدي هنشرحها من الكتاب. بس اشهر عيب او العيوب المشهوره قوي قوي للاس اس ار ايز انها بتعمل نوسيا وفوميتنج وبتعمل انوريكسيا فظيعه. هو غالبا النوسيا والفوميتنج دي ممكن تكون مش يعني مفهومه شويه. النوسيا والفوميتنج لان انا كان عندي ريسبتور موجود في حته اسمها سي تي زد كان اسمه ال 5 اتش تي ريسبتور، مش كده؟ لما كان بيشتغل كان بيعمل نوسيا وفوميتنج. وممكن حتى يعمل دايريه جامده، لان انا فاكر ان السيروتونين في جي اي تي كان بيستيميليت البروبالسيف موفمنت، ده برضه مفهومه. الانوريكسيا برضه اعتقد انها مفهومه، مش كده؟ العلاقه بين السيروتونين والابيتايت، كل ما عليك سيروتونين قفلت نفس العين. الانوريكسيا هنا از فيري ماركت، ويقال ان بيحصل ويت لوس واضح قوي، وفي كتب كاتبه ان العيان بيبقى محتاج وقت طويل جدا لما يوقفهم ان يرجع وزنه تاني. يعني حاجه من الحاجات القويه قوي اللي بتعمل انوريكسيا، يبقى ده عيب مشهور قوي فيهم. العيب الثاني بيعملوا انسوميا غالبا. غالبا يعني هو ممكن يعملوا حاجه العكس، يعملوا سيديشن وكده، لكن الحاجه الاهم بالنسبه لي ان هم بيعملوا انسوميا، يعملوا ارق، لان السيروتونين ده بيصحصح، مش كده؟ الحاجه الثالثه المهمه اللي فيهم بقى الحقيقه، ويمكن مش مكتوبه في الكتاب وهنبقى نزودها،
بيعملوا حاجه اسمها سيكشوال ديسفانكشن. سيكشوال ديسفانكشن مع ان هم مش الفا بلوكرز. يعني لو فكرت ان ممكن يكون المشكله مثلا ديليد ايجاكوليشن مش هي دي او مش السبب يعني الفا بلوكر. هو بيقال ان هم بيعملوا لوس اوف سيكشوال ديزاير واضح جدا، وبيعملوا حاجه اسمها ان اورجازم. يعني البني ادم ما بيوصلش للاورجازم اثناء السيكشوال انتركورس، وغالبا الاكشن ده سنترال. يعني الاكشن ده اللي ليه علاقه بالسيكشوال ديزاير او سيكشوال درايف زي ما بيسموها كده، دي ليها علاقه بالسي ان اس اكشن، مالهاش علاقه بالاورجنز بقى، مين سكس اورجنز ولا ايجاكوليشن ولا اريكشن ولا حاجه خالص. العيب الغريب فيهم بقى، وده برضو محتاج شويه تفسير، يعني هو العيان اللي بيبقى مكتئب ممكن يكون من ضمن اعراض الاكتئاب بتاعته ان هو عنده سويسايدال تندنسي، مش كده؟ عنده ميول للانتحار. العيانين اللي اخذوا الاس اس ار ايز لاحظوا ان هم حصل نوع من انواع الزياده في السويسايدال او يعني في حوادث الانتحار بتاعتهم. فبيقال ان السيروتونين ده زي ما تقول كده في الكتاب بيعمل اجريشن، بيخلي العيان واحد عدواني شويه وفايولنت، عنيف شويه كده، وعنده ميل للانتحار. هو اللي موجود في الكتب الكبيره ان هو ما هواش العيان ما بيبقاش عايز ينتحر، يعني العيان مش خد سيروتونين كتير فبقى عايز ينتحر، بالعكس ده المفروض ان هو ده يمنع التاكس بتاعت الميل للانتحار ده. هو بيقال ان السيروتونين لما يعلى بيعمل نوع من الاوفر سيلف كونفيدنس. السيروتونين لما يعلى قوي ليه؟ من اعراض الجنون زي ما قلنا من شويه. فتلاقي الناس اللي بياخدوا اس اس ار ايز بيعملوا حاجات غريبه بقى، يعني يبتدي مثلا يسوق العربيه بسرعه رهيبه، يبتدي يحاول يطلع مثلا على مبنى عالي، يبتدي يمشي مثلا على سور البلكونه، يبتدي يعمل حاجات كده، فتلاقيه يقع بقى تتقطم رقبته ويموت، فهم بيفتكروا ان هو كان عايز ينتحر، وهو غالبا لا، هو غالبا حصل نتيجه زياده السيروتونين انه بقى عدواني شويه وبقى عنيف شويه وبدا يفكر في حاجات فيها تهور، فده اللي بيحصل غالبا مع العيانين دول يعني. ده بالنسبه للعيوب المشهوره بتاعت الاس اس ار ايز. العيب بتاع الترايسايكليك احنا قلنا معظمه، مش كده؟ عيوب الترايسايكليك مشاكل الاتروبين ومشاكل الالفا بلوكر ومشكله السيديشن واللورنج اوف ذا سيجر ثريشولد. عايزك بقى وانت بتذاكر الترايسايكليك كده برواز كده على كلمه ان هم بيعملوا كارديو توكسيسيتي، لازم تحطها كده في اعتبارك. الدواء ده يتقال عليه كارديو توكسيك، يعني بيعمل مشاكل على الهارت، مش كده؟ بيعمل اي مشاكل بقى؟ بيعمل اريثميا، صح؟ بيعمل تاكيكارديا ويعمل اريثميا، وخصوصا الفنتريكولار اريثميا، وسببها واضح، ترايسايكليك كارديو توكسيك. ده يعني بروزها كده ان ترايسايكليك انتي ديبريسنس دول بيعملوا كارديو توكسيك افكت. ومعاها بقى نفس البرواز او برواز تاني جنبها بلون تاني بقى كده شيك برضه كده ان شاء الله. انا ده اكتب ان الادويه دي لو ثيرابيوتيك اندكس، يبقى ترايسايكليك انتي ديبريسنس عندي مشكلتين فيهم او عندي مشاكل كتيره فيهم، من ضمنها ان هما كارديو توكسيك، ومن ضمنها ان هما دي هاف لو ثيرابيوتيك اندكس. فاهمين الفكره مش كده؟ يعني لو عليت الدوز شويه الفرق ما بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز قليل. والحوادث التسمم منها ار فيري كومن. حوادث التسمم من الترايسايكليك في العيانين الادمان كتير جدا. والسبب ان العيان عنده سوسايدال تندنسي. صح؟ العيان عنده ميل للانتحار، والدواء ده لو اخدت منه جرعه كبيره شويه هيموت. عشان كده دكاتره الطب النفسي بيخلوا دايما العيان مش هو اللي معاه الدواء. يعني يقولوا لحد في الاسره كده انت خلي معاك ازازه الدواء وكل يوم تديله جرعه وخبي الازازه منه. عشان لو تهور يعني ممكن يفكر ان هو ينتحر، ولو فكر ان هو ينتحر بالمجموعه دي هتموته. يبقى خلي بالك من الادويه دي هاف فيري لو ثيرابيوتيك اندكس. لما نيجي بقى ان شاء الله نتكلم على الماو انهبيتورز، هو هيبقى اشهر عيب فيهم وبرضه براويز كده ان شاء الله. اه ماشي اتروبين لايك والفا بلوكر، لكن اشهر عيب فيهم حاجه اسمها دراج فود انتراكشن ودراج انتراكشن. خلي دراج انتراكشن ده لما نشرح ان شاء الله، بس دراج فود انتراكشن لنا فكره. هو معناها ايه دراج فود انتراكشن؟ تفاعل ما بين الاكل والدواء، مش كده؟ مش دواء ودواء يعني. هو في مثل قبل كده يعني طبعا ده اشهر، لا لا غير ده، هو ده اشهر مثل في الطب كله ان يحصل تفاعل بين اكل ودواء. بس حد عنده مثال تاني؟ تفاعل بين اكل ودواء يعمل ايه؟ لا ما اقصدش
ما اقصدش انتراكشن ان انا لو اخدت الدواء مع الاكل او بعد الاكل او كده، لا. تتراسايزين مع؟ مع كالسيوم؟ ماشي، هو كل الكلام ده مظبوط صح، تتراسايزين مع كالسيوم دواء. بس في فاكرين دواء كان اسمه ال دوبا؟ مع الامينو اسيدز. صح، ال دوبا ده كان عشان يمتص من الجي اي دي كان محتاج حاجه اسمها ال امينو اسيد ترانسبورتر، كان اسمه اللات مش كده؟ وكان عشان كده بقول للعيان ما ياخدش الدواء اللي بعد الاكل فيه بروتين، لان البروتين معناها امينو اسيدز معناها تكمبيت مع ال دوبا على اللات. طيب المهم خلينا نبدا، قلتوا عايزين تمسكوا الدروب مش كده؟ تشيز الاكشن ده اتفضل. وانا جاي والله قلت له تشيز ريكشن هو ايوه بالظبط كده. فاكر مش دواء، فاكر حاجه اسمها تيرامين كانت موجوده في الاكل مش كده؟ جبنه والفول والزبادي وموجود في حاجات كتير على فكره، يعني لما تدور كده موجود في الاسماك، موجود في الفراخ، موجود في اللحمه، موجود للاسف في النبيت الاحمر، اكثر حاجه زعلت في الحياه موجود في النبيت الاحمر. الواحد لما ياخد تيرامين كان المفروض انه ضغطه يعلى مش كده؟ لان التيرامين ده عباره عن اندايركت سيمباثومايميتك، يجي على الاعصاب كده يروح مطلع منها نور ادرينالين، والنور ده يشغل الالفا فيرفع لي الضغط، وممكن يشغل البيتا فيعمل لي تاكي كارديا. كان المفروض ده يحصل مش كده؟ عمره ما بيحصل، لان التيرامين رغم انه نون كاتيكولامين الا انه الوحيد اللي بيحصل له ميتابوليزم باي ماو مش كده؟ ما انتوا عايزين تقولوا ايه في التشيز ده؟ هو انا باخد تيرامين في الاكل يدخل على الجي اي دي يروح على الليفر يتكسر بالماو، مش هيقدر يعمل الاكشن ده خلاص، مش هيقدر يطلع النور ادرينالين ولا هيقدر يعلي الضغط، وحتى لو طلع شويه نور ادرينالين النور نفسه هيتكسر بالماو، فعمر ما الضغط يعلى وعمر ما هيجي لي تاكيكارديا ولا اريثميا ولا حاجه. مشكلتي ايه بقى؟ لو انا باخد الدواء ده، لو انا باخد ماو انهبيتور واخدت الاكل اللي فيه تيرامين، التيرامين مش هيتكسر، هيروح على الادرينرجيك نيرونز يطلع نور ادرينالين، النور ادرينالين اللي خرج ده مش هيتكسر برضه، فابتدي يشغل الالفا ويعمل لي هايبرتنشن، يسموه تشيز ريأكشن او هايبرتنسيف كرايسيس او في كروموسايتوما لايك زي ما الكتاب قايل، ممكن يشغل البيتا فيعمل لي تاكيكارديا واريثميا وانجينا. مش كده؟ مذاكر تشيز ريأكشن؟ العيان اللي كان بيمقل السؤال بتاع الدكتور القديم قوي، مين العيان اللي يموت نفسه بالجبنه والفول والزبادي؟ هو ده اللي عنده اكتئاب وبياخد ماو انهبيتور واخد التيرامين في الاكل. علاجه كان ايه ان شاء الله؟ عيان خلاص اتهور اهو واخد فول وجبنه وزبادي وماو انهبيتور ودخل في التشيز ريأكشن. علاجه الفا بلوكر صح. لازم الفا بلوكر. سواء بقى كان فنتولامين، برازوسين، فينوكس بنزامين، اي واحد بالاسامي اللي انت مش فاكر فيها حاجه دي، اي واحد منهم هينفع ان شاء الله. لو في مشكله في الهارت ادي بيتا بلوكر. لو انت ناسي دور على بيتالول يقفل لك الاثنين، بس اوعى تغلط وتدي بيتا بلوكر وتسيب الالفا صح؟ بالذات لو كان نون سيلكتيف، لو كان بروبرانول هتقفل البيتا 2 وسايب الالفا 1 ان اوبوست، فالضغط يعلى. كتاب القسم كاتب معاهم الصوديوم نيتروبروسايد، ماشي صح مش كده؟ مكتوب صوديوم نيتروبروسايد، بما انكم بتبصوا في الكتاب من ورايا يعني، صوديوم نيتروبروسايد ده بيوسع الشرايين، بيوسع شرايين واورينا ويوطي الضغط بسرعه وبيتاخد اي في انفيوجن كويس؟ يبقى ده مشكلته التشيز ريأكشن، ومشكلته ان شاء الله هنقولها دلوقتي. انت فكر فيها كده معلش، فكر كده يا علوه. لو انا باخد ماو انهبيتور وباخد اس اس ار اي ينفعوا الاثنين مع بعض؟ يعني انا مكتئب، رحت للدكتور للاكتئاب قلت له نفسي يعني كتب لي واحد منهم كويس، وبعدين رحت له بعد اسبوع للاستشاره قال لي لقيت نفسي لسه مكتئب، فالدكتور قال لي ايه لا خد معاك دواء ثاني. ينفع يديني اس اس ار اي مع ماو انهبيتور؟ هيحصل لي ايه يعني؟ ايه اللي متوقع؟ مين اللي هيعلى قوي؟ سيروتون صح، ويعمل حاجه هنسمعها ان شاء الله حالا اسمها سيروتونين سيندروم. يبتدي بقى يجي لي اكسايتيشن وكونفلشنز وحراره عاليه وضغط مش عارف ايه، وادخل في مشكله اسمها سيروتونين سيندروم كويس؟ وحتى لما اجي انقل من دواء للتاني بدي العيان فتره، يعني لو انا ماشي على اس اس ار اي وعايز انقل على دواء تاني اوقف اسبوعين كده وبعدين ادي الدواء التاني. طب بالمره بقى ينفع ماو انهبيتور مع تراي سايكليك؟ لا رايك؟ هو ده بيعلي ايه تراي سايكليك ده؟ سيروتونين ونور ادرينالين وده بيعلي كله، لو هو نون سيلكتيف بقى او حتى لو على الماو ايه، ما هو هيعلي نور ادرينالين وسيروتونين وكل حاجه، فيعمل مشكله كبيره قوي نتيجه زياده المونو امينز
ونتيجة الأتروبين لايك أكشن بتاعها. صح؟ الاثنين يوم أتروبين لايك أكشن، هتلاقي العين جيلك بأعراض شبه أعراض الأتروبين. يبقى خلي بالنا بقى ما ينفعش ده مع ده ولا ده مع ده. ممكن الدراج انتراكشن بالذات مع المجموعة. العيب الثالث بقى عشان نخلص هنا بقى، مجموعة الأدوية دي فيها بعض الأدوية هيباتو توكسيك. المايو انهيبيتورز فيهم مشكلة كبيرة أوي في بعض الأدوية اللي هما دي أر هيباتو توكسيك. كويس؟ يبقى سيادتك كده من اللي أنت شفته قبل ما نبص في الكتاب بقى إن شاء الله ونشرح اللي أنت شفته ده، مين أحسن مجموعة أدوية؟ الإس إس آر آيز. ليه بقى؟ مش أتروبين لايك. مفيش ألفا بلوكر. مفيش انتراكشن مع اكل زي الماء والهيبيتورز. مفيش كارديو توكسيك، مفيش هيباتو توكسيك، وبالمره بقى هاي ثيرابيوتيك اندكس. فهمنا؟ يبقى لو اتسالنا كده، هو طبعا اسئله الديب ريزون دي انا ما اعرفش نظامها ايه السنه دي، بس لو قلت لك ليه الاس اس ار ايز ار ذا دراجز اوف تشويس دلوقتي في علاج الاكتئاب، يبقى هو الاسباب دي. فهمناهم؟ يبقى هو نقول لهم تاني ولا خلاص وصلت؟ ان انت يعني انت قلته من نفسك. طيب اولا مفيش اتروبين لايك اكشن. ما فيش، هو ما عملش حاجه في التكييف، هو ما جاش اصلا مش فاهم. والله جه واشتغل هو. علاه بمعنى زود البروده ولا زود الحراره؟ طيب متزعلين قوي؟ مش مشكله ولا ما فيش الفا بلوكر اكشن؟ مفيش كارديو توكسيسيتي ومفيش هيباتو توكسيسيتي ومفيش دراج فود انتراكشن اللي هو التيرابين ريأكشن ده، وهاي ثيرابيوتيك اندكس. الاندكس بتاعهم على عكس التراي سايكليك، انا بقارن بين الاثنين مش كده، يعني بين الاس اس ار اي والتراي سايكليك او بين الاس اس ار اي والماو انهبيتورز. هقول لهم والله انا في ده، في انا يعني عندي مثلا بتاع 100,000 سؤال جه في ريزون كده باجاباتهم. مرة نزلتهم أول ما عرفنا في سؤال جه بريزو، نزلنا ال 100,000 سؤال دول وطلب قعدت تذاكر فيهم. لا جيت اثنين من 5 الحمد لله. وبرضه سؤال الكومباريزون ده، عملت حاجة مثلا بتاعت 70,000 جدول مقارنة كده في الامتحان. صح عرفت منين يعني؟ جه واحد يعني كان السؤال A و B، واحدة جت من ال 70,000 واحدة جت من بره ال 70,000. يعني لو على الاسئله والحاجات دي كلها موجود يعني. خلصنا كده بقى من المقدمه بتاعت الاكتئاب. نبص بقى على كتابنا ان شاء الله كده، هنلاقي اول مجموعه هي مكتوبه اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. عرفنا بقى هم ليه ده موست كومنلي بريسكرايب خلاص. واول نوع فيهم اسمه الفلوكسيدين. لو عايز تعرف اسمه التجاري، وعلى فكره الاسم ده بقى عامل زي الاسبرين كده، اسمه البروزاك، اكيد سمعتوا عنه. يعني بيتفرج على افلام اجنبيه او حلقات اجنبيه ثقافيه او غير ثقافيه يعني. البروجكت ده اسم مشهور جدا لدرجه ان هو بقى عامل زي الاسبرين، يعني من كتر ما هو دواء مشهور بقى كانه اسم علمي يعني. هو ده الفلوكسيدين اللي هو البروتوتايب بتاع مجموعه الاس اس ار ايز. كتاب القسم مش كاتب كاينيتكس صح؟ وانا ما بحبش بصراحه ما اقولش كاينيتكس بتضايق. الدواء ده بيتاخد اورال صح؟ سهله اهو، بيتاخد اورال ديستريبيوشن، اكيد بيعدي البلاد برين بارير، واكيد ماسك على بلازما بروتينز وما فيهاش حاجه يعني تزعل، وبيعدي البلاسينتا باجر. لكن في معظم الكتب قايل ان هو سيف ديورينج بريجنسي. حالات نادره جدا، حالات نادره قوي اللي حصل فيها مشكله اسمها بيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن. في بعض الستات لما اخذوا الدواء ده في الحمل كده اتولدت الاطفال عندهم حاجه اسمها بيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن. ما بيتشكوش عليها خالص. ما عدتش علينا خالص نهائي. Persistent pulmonary hypertension صح. لما الاسبرين يتاخد في اواخر الحمل ويقفل الداكتس ارتريوزس بيعمل مشكله دي. يعني ده ممكن يعمل كده بس حاجه فيري رير، ويقال ان هو بي ار سي في الجيوب في الحامل زي ما انت عايز. الجزء بتاع الكاينتكس، خلي بالك ان الفلوكسيتين از ان اكتف دراج وبيتحول لاكتف ميتابولايت. بيتحول لاكتف ميتابولايت كده، لو عايز تعرف اسمه هو اسمه نور فلوكسيدين. سهل قوي، الدواء اسمه فلوكسيدين، ولما بيتحول لاكتف ميتابولايت بيديه حاجه اسمها نور فلوكسيدين. يبقى هو اكتف، اداني اكتف. يعني عايز اقول لك ايه بقى؟ ان ما هواش برودراك، الدواء ده ما هواش ان اكتف بيتحول لاكتف فورم، لا هو شغال ولما يعدي على الليفر من ضمن الحاجات اللي بتحصل له اكتيفيشن انتو نور فلوكسيدين.
عندنا الميتابولايتس بتنزل عن طريق اليورين. معلش اعرف من دلوقتي لانها مش موجوده في الكتاب وللاسف عليها سؤال في الام سي كيو، دي من الحاجات اللي برده ما بقاش فاهمها يعني ازاي سؤال في الام سي كيو على معلومه مش موجوده في المنهج اصلا. الفلوكسيدين از هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور. الفلوكسيدين بالذات مش كل الاس اس ار ايز كده، هو بالذات كده بيشتغل كانه هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور، فممكن ياثر على الميتابوليزم اوف اذر دراجز. الفارماكوديناميك سهله بقى، هو بيشتغل كانتي ديبريسنت، وطريقه شغله ان هو يمنع انهبيشن اوف سيروتونين اي ابتيك، وان هو بيليفيت المود في العيانين الديبريست، وزي ما انت شفت بقى بيشتغل بعد اسبوعين ثلاثه وينتهي شغله بعد اسبوعين ثلاثه. الرسمه هي يعني مش باينه قوي بس يعني اللي هو زعلان وبعدين فرحان اللي فيكم ان شاء الله برضه هيشتغل في السايكاتري بعد كده لما يبتدي يقرا كتير هيلاقي ان في حاجه غريبه في الادويه دي بقى، ان هي بتعلي السيروتونين بسرعه قوي ومع ذلك الافكت ما بيبانش غير بعد اسبوعين ثلاثه. يعني فاهمين قصدي؟ اول ما العيان ياخد الاس اس ار اي ده او حتى تراي سايكليك بعد ما بياخدهم بشويه بيلاقوا ان مستوى المونو امينز عند السينابس عالي. بس العيان ما تحسنش المود بتاعه الا بعد استخدام الدواء لمده اسبوعين ثلاثه. فاكيد في طريقه ثانيه مش كده؟ يعني اكيد في سبب ثاني لشغله او طريقه شغل ثانيه غير بس ان هو بيعلي مستوى المونو امينز. في كلام على ريسبتورز وكلام على السيجنال ترانسدكشن وقصه كده طويله يعني. الاستعمالات بتاعته استعمل طبعا في السايكل ديبريشن، واستخدم في بعض انواع الانكزايتي. كلمه بانيك اتاكس دي او بانيك ديس اوردرز سمعناها مع البنتو دايزابينز لو فاكرين، الناس اللي بيجي لها اتاكس كده نحس ان هو هيموت وبالبيتيشن وانجينال بين وعرق وبتاع ويطلع ان هو ما عندوش حاجه اورجانيك. هو مش بس بيعالج البانيك ديس اوردرز، ممكن يتاخد في الفوبيا، فاكرين انواع الخوف المرضي يعني، ممكن يتاخد في حاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس ديس اوردرز، فاكرينها قلناها برضه مع البنتو دايزابينز. يبقى هو بيتاخد على فكره دلوقتي مش بس كانتي ديبريسنت، هو بيتاخد كمان كانتي انكزايتي دراج. الاستعمال الثالث مرض منتشر جدا واكيد لما هقول لك عليه هتحس ان انت واحد من هؤلاء المرضى، مرض اسمه اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، اسمه الاو سي دي، كويس؟ اللي هو يسموه بالعربي الوسواس القهري، اللي هو ايه؟ عارفين مش عارفين؟ الوسواس القهري ده معناها ان في فكره بالظبط فكره مسيطره عليك وبتخليك مجبر او مقهور انك تعمل اكشن معين. يعني كلمه اوبسيشن دي معناها فكره يعني مستحوذة على تفكيرك يعني، وكومبالسيف معناها انك انت بتجبر انك تعمل اكشن معين. بتبان بقى في مليون صوره، في الصلاه مثلا صلينا ثلاثة ولا أربعة، صلينا اثنين ولا ثلاثة، وصلينا واحد يعني من هنا لبكرة بقى. وعدوا معاهم النبي يا جماعة قبل ما أصلي. وبيجيب معاك بجد حد جنبك يعني بس يكون عنده ضمير يعني تعبت صح. بنت بقى يعني في ناس مثلا مشكلتها في الفرن في البوتاجاز. مشكلة حتى في البوتاجاز. يعني ينزل أنا نسيت في عين مفتوحة من البوتاجاز ولا مفيش عين؟ نطلع نبص على العين مفتوحة. لا مش مفتوح الحمد لله نزلت، لا لا احسن تكون مفتوح والله ما بهزر، ويرجع تاني يبص. هو الفكره الخطيئه المسيطره عليه ايه؟ ان العين مفتوحه والكومبانشن اللي بيطلع كل شويه يبص على العين المفتوحه. في حد يعني انا لما حللت شخصيتي كده برضو لما كنت فاضي السنه اللي فاتت لقيت ان انا عندي اوبسيسيف كومبانشن ديس اوردر في الشرح طبعا ده مؤكد يعني شرحنا كويس لا مش شكلهاش حلو عيد تاني طب عدنا كويس لا ما عدناش كويس اديله تاني. ودي حاجه على فكره يعني ممكن الانسان يكونترول برضه شويه مش عارف اعمل كنترول عليها بس يعني ايه اقصد الاو سي دي ما هوش من يعني منتشر جدا لكن بيستجيب للعلاج وبيستجيب للعلاج النفسي وكل حاجه يعني فاللي عنده او سي دي ما يقلقش. لقيتوا عندكم حاجه ولا كتير. الاستعمال الاخير بقى اسمه حاجه اسمها ايتنج ديس اوردرز. قبل ما اقول لكم بس انتوا فاكرين حاجه اسمها انوركسيا نيرفوزا اللي هو بتاع بقى الممثلات والمودلز وكده اللي بيخافوا على نفسهم لحسن يتخانوا فكانوا ما بياكلوش فكنت بديهم انسولين صح. كنت من ضمن استعمالات الانسولين الغريبه اللي مش في دايابيتك بيشنت ان انا اديهم انسولين من غير جلوكوز عشان يبتدي يحصل شويه هايبوغلاسيميا فيجوعوا فياكلوا يعني او يموتوا يعني ماتوا من السيليا بقى. ده بقى العكس بقى، ده مرض اسمه بوليميا نيرفوزا. المرض ده الحقيقه انا كنت اول مره اسمع عنه بعد ما اتخرجت بكتير. كان مشهور قوي ان هو ما اعرفش دي هتبقى حاجه صح ولا غلط بس هو كان موجود عند الاميره ديانا
بتاعت انجلترا يعني رحمها بقى ما اعرفش كانت مشهوره قوي انها لما دخلت هو ده نوع من الاكتئاب طبعا لما دخلت في ديبريشن بسبب الاخ تشارلز بقى وعمايله السودا دخلت في حاجه اسمها بوليميا نيروز ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن انك تجيب كرسي مطبخ صغير كده مش لازم كرسي كبير يعني بالظبط تفتح الثلاجه وتقعد قدام الثلاجه وتاكل حد كده ماشي الحال بس بعد ما بتاكل للاسف بقى الوحشه انك انت بتنديوس فوميتنج يعني تخلي نفسك يحصل فوميتنج وترجع تاكل تاني وبعدين تنديوس فوميتنج وبعدين ترجع تاكل وهكذا فده مشكله كبيره قوي داخل فيها قصه اكتئاب وحاجات تانيه بياخدوا الاس اس ار ايز دي لسببين السبب الاهم طبعا ان هم انتي ديبريسنس والسبب الثاني ان هم بينبت الابيتايت بيعملوا الشهيه فممكن دول يبقوا احسن علاج من البوليميا نيرفوزا لو فاكرين على فكره في الترم الاول كان من ضمن الادويه اللي بتتاخد في الوقايه من المايجرين كان المجموعه بتاعت الاس اس ار ايز كانت موصوفه على انها بروفلاكتيك تريتمنت اوف مايجرين المزايا بتاعتي كلها موجوده اهي الحمد لله مفيش اتروبين لايك مفيش كارديو فاسكولار مفيش ويت جين بالعكس بقى بيحصل انوركسيا لان الاثنين الباقيين على فكره بيعملوا ويت جين تراي سايكل كول ام والماو انهبيتورز ومفيش بقى كارديو توكسيك ولا هيفات توكسيك ولا انتراكشن اوف فود ولا حاجه الادفيرس افكتس ما ننساش بقى ان هم كويسين لان ليهم هاي ثيرابيوتيك اندكس بس العيوب المشهوره بقى اللي احنا قلناها اللي هي الانوركسيا والنوزيا والدياريا وانكزايتي وانسوميا ممكن يقلبوا بقى مانيك اتاكس لما يعلوا قوي السيروتونين وزي ما قلت لكم بقى الاجريشن والفيروس والسويسايد ده على فكره بيقال ان هو دايما موجود في المراهقين يعني حته ان هو يبقى فيه فيرنس واجريشن والسويسايد تندنسي ده بيبقى في سن صغير شويه. عرفنا بقى ان مع الماو انهبيتورز بيعملوا مشكله السيروتونين سيندروم وهنزود بس اخر حاجه لانها مهمه والله موجوده في كل الكتب سيكشوال ديسفانكشن دي حاجه اساسيه في مجموعه الاس اس ار ايز. الاسامي الثانيه بقى عشان لو ظهر لا قدر الله في الام سي كيو دواء اسمه سايتالوبرام ودواء احسن منه بقى اسمه اس سايتالوبرام اي اس دي صح الايزومر مش كده سمعناها قبل كده اس اوميبرازول واس زوبيكلازول زوبيكلون اللي هو بتاع البنزودايزابين لايك دراجز ده المهم اي اس دي اختصار لاس يعني اللي هي الايزومر يعني في بقى السيرترالين والفلوفوكسامين والباروكسيتين لكن غالبا لما يعني هنتسال ان شاء الله في المجموعه يا اما المجموعه على بعضها كده اس اس ار اي يا اما الدواء الاساسي اللي هو الفلوكسيتين. معلومه بس للي يعرف حد بياخد الادويه دي على فكره لو سالت كده معظم الشعب المصري هتلاقيه بياخد حاجه من دول دلوقتي. يعني السيبراليكس ده من الاسامي المشهوره تجاريا يعني اللي هو سايتالو برام ده غالبا كل الناس ماشيه عليه انتي ديبريسنت بقى والدنيا صعبه يعني. لو تعرف حد بياخد المجموعه دي نيفر ستوب اس اس ار اي سادنلي. من الأدوية اللي ممكن لما تتوقف فجأة تعمل حاجة اسمها discontinuation syndrome discontinuation لما تعمل sudden stop يعني بيحصل هو مش depression أول حقيقة برضو محمد هو بيحصل غالبا مشاكل في النوم جامدة قوي مشاكل في الأبيتايت وبيحصل هيديك وبيحصل يعني حاجات كده عكنانة هي مش خطيرة قوي لكن موصوفة في كل الكتب المجموعة اسمها الاس اس مجموعة اس بعدها اللي هي tricyclic antidepressants الاسامي بتاعتها صعبة شوية في دواء اسمه الايميبرامين ده اكتف عشان نلم بقى الدنيا ان شاء الله كده اكتف وبيتحول لاكتف ميتابولايت اللي جنبه ده اللي بعده اسمه ديسيبرامين الايميبرامين عباره عن تيرشري امين وبيتحول لسكندري امين اسمه ديسيبرامين والاثنين اكتف الاميتريبتالين هو نمره اربعه نفس القصه الاميتريبتالين ده عباره عن تيرشري امين وبيتحول لاكتف ميتابولايت اللي هو جنبه ده اللي اسمه نورتريبتالين يبقى الايميبرامين بيدي ديسيبرامين والاثنين اكتف والايميتريبتالين بيدي نورتريبتالين الكلوبيبرامين ده لوحده كده الكلوبيبرامين ده دواء منفصل شويه عنه بالنسبه للكاينيتكس احنا قلنا اهم حاجه فيهم هم بيمتصوا كويس بيعدوا البلاد برين بارير بيعدوا البلاسنتال بارير بس بيقال برضه ان هم سيف ماسكين على بلازما بروتينز وحته بقى الكونفرجن فروم اكتف تو اكتف دي خلاص عرفناها ما هماش برودراكس لان على فكره كتاب القسم في الترم الاولاني في النظري كان كاتب ان هم برودراكس كان كاتبهم الادويه اللي هي ان اكتف تحول اكتف هم الايه لا هم اكتف ويحصل لهم اكتيفيشن او كونفرجن لاكتف ميتابولايت بعد كده بيحصل لهم كونجيجيشن جلوتيرونيك اسيد وينزلوا عن طريق اليورين ميكانيزم اوف اكشن فرايسايكل دي معناها بالنسبه لك يمنعوا نيورونال ابتيك اوف بوث سيروتونين ونور اكاديمي
ده اكتب القسم كده بيقول لك ان هو هيؤدي الى زياده النور ادرينالين والسيروتونين انتر سينابتيكال. هو قصده ايه يعني؟ يعني بين البري والبوست صح، لان هو منع ري ابتيك كان اوريدي خرج الكيميكال ترانسميتر وانت منعت ان هو يرجع، لان هتلاقي مع الماو انهبيتورز مكتوب ان هو بيزود المونو امينز انترا يورونال صح؟ بيزود المونو امينز جوه العصب، لان هي المونو امينز خلاص حصل لها ابتيك ولما دخلت جوه ما اتكسرتش فزادت جوه، وبعد كده بقى ان شاء الله بيحصل لها ريليز. ونفس القانون بقى ان هم بيشتغلوا بعد اسبوعين ثلاثه ومش عارف لما توقفهم يرجع المود تاني العين اكتئب. يا ريت تفتكر بس وانت بتتكلم على ميكانيزم اوف اكشن ان اسمهم كوكين لايك، ان الاكشن ده متسمي في الكتب كلها ان هو ده اكشن اسمه كوكين لايك اكشن. الفارماكولوجيكال اكشنز غير ان هو انتي ديبريسنتس بيعمل سيديشن، وعرفنا ان غالبا السبب السيديشن الانتي هيستامينيك افكت. خلي بالك بقى من المعلومه الصغيره دي اللي هو ترتيبهم كسيداتيف دراجز كلهم بيعملوا سيديشن، لكن اكتر واحد بيعمل سيديشن الاميتريبتالين وبعدين الاميبرامين وبعدين الديسيبرامين، لان عليها سؤال في الام سي كيو للاسف. يعني مين دواء اكتر دواء بيعمل فيه سيديشن؟ افتكر بقى اللي بيعمل كده هو اكتر واحد الاميتريبتالين. عرف ان هم بيلور سيزر ثريشولد وده ممنوع طبعا في عيانين الابيليبسي. الانتي ماسكرينيك اكشن او الانتي كولينرجيك او الاتروبين لايك على فكره ترتيبهم نفس الترتيب، يعني اكتر واحد اتروبين لايك واكتر واحد انتي ستيميك هو الاميتريبتالين وبعد الايمي وبعدين الديسيبرامين. الانتي ستيميك بيقفل اتش 1 وبيقفل كمان اتش 2 وده سبب ان هم كانوا بيتاخدوا في الالسر زي ما قلنا. الانتي سيروتونين فهمناها بقى مش كده؟ الانتي سيروتونين غالبا ما طلعش ان هو بريفرال زي ما كنا فاكرين زمان، طلع ان هو غالبا بري سينابتيك ودي حاجه كويسه ان هو بيزود ريليز اوف مونو امينز. ليه الفا بلوكر افكت واضح على فكره واللي عرفت بقى مشكلته هايبوتنشن او بوستشرال ريفلكس. استعمالاتهم هو كتاب القسم كاتب بي بي سي سي مش عارف ايه. سايكيك ديبريشن ماشي. البانيك والفوبيا يبقى نفس الاستعمالين بتوع الاس اس ار اي، طبعا الاس اس ار اي احسن يعني. الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردرز نفس الفكره بتاعت الوسواس القهري، كانوا بيستخدموا دايما الكلوميبرامين اكتر واحد كان بيستخدم هو الكلوميبرامين، وطلع كمان ان الاس اس ار ايز احسن منه لكن موصوفه يعني. فاكرين حاجه اسمها اليوروباثيك بينز اللي هي زي الترايجيمينال نيورالجيا وزي البريفرنت اللي هو التنميد بقى والالام اللي جايه من التهاب الاعصاب، احنا استعملنا فيها لو انت فاكر فينيتوين والكاربامازيبين اللي هم كانوا بيشتغلوا كصوديوم شانل بلوكرز. في ناس بتدي في النيوروباثيك بينز بتدي تراي سايكليك انتي ديبرسنتس، بتدي في البريفرال يورايتس وبتدي برضه في حالات التراي جيمينال، لكن طبعا المفضل قوي بالنسبه لنا هو الكاربامازيبين. الاستعمال الاخير بقى نوكتورنال انيوريسيس، فاكرينه بتاع زمان قوي ده الاطفال اللي هم البيد ويتنج ان تشيلدرن. السن بيختلف يعني امتى يقولوا على الطفل ان هو عنده نوكتورنال انيوريسيس؟ لما غالبا يعدي سن 12 وهو مفيش كنترول على اليورينيشن بالليل. زمان لو انتم فاكرين كده استعملنا، لا سيبه خلاص مش مضمون. لما زمان كده في المنهج استعملنا في الادويه اللي بتتاخد استعمل كان الناس بتستعمل افيدرين، كان الناس زمان تستعمل امفيتامين مش كده؟ كان الهدف منهم ان انا صحصح البرين شويه عشان لما تيجي الريفلكس بتاع ان البلاد المليانه الطفل يحس ويقوم، وان احنا نعمل نوع من الميكانيكال اوبستراكشن يعني ان انا ازود التون بتاع البلادر سفنكتر بالالفا 1 افكت. جم بعد كده استعملوا اتروبين واستعملوا بدائل اتروبين لو فاكر دواء اسمه ايميبرونيوم واسامي غريبه كده. المهم ان كل ده مع تقدم الادويه بطلوا يستخدموه وقعدوا فتره يستعملوا تراي سايكليك انتي ديبريسنتس. كان الهدف منها انها تعالج الاكتئاب لو في مشكله اكتئاب في الطفل ده، في كتير منهم ما بيبقاش مشكله اورجانيك، تبقى المشكله كلها ان هو كان طفل الاول غالبا في ترتيب الاسره يعني، ولما جه طفل تاني اتنسى شويه الاولاني فعايز يشوف يعني عايز يلفت الانتباه فيشوف هو بيروحوا له امتى. الواد التاني ده بيروحوا له لما يبل نفسه مش كده؟ فيبتدي هو كمان يعمل زي الواد الجديد ده وعشان يلفت الانتباه يعني. في كلام بقى على ان هم ليهم كمان الاتروبين لايت اكشن القوي ده ممكن يقفل السفنكتر شويه. المهم ان هو خلاصه الكلام بقى ان الادويه الحاليه اللي بتستخدم في علاج النوكتورنال انيوريسيس دراج اوف تشويس هو مكتوب في كتاب الاي دي اتش مش كده؟ الانتي دايوريتيك هرمون.
الفكره اللي فيه فكره ميه بس، ان انا احاول اعمل ري ابزوربشن للميه. دلوقتي بيستعملوا مشتق من اي دي اتش اسمه ديزموبريسن، عشان لما نسمعه ان شاء الله في الاندوكراين بقى نفتكر. ما بستعملش الفازوبريسن نفسه اللي هو الاي دي اتش شخصيا يعني، بستعمل دواء مشتق منه اللي هو بنسميه الديزموبريسن. ده دراج اوف تشويس تقريبا في علاج اليوريسيس دلوقتي. عيوب الدواء ده اعتقد ان هي كلها ان شاء الله هنكون قلناها يعني. هو بيشتغل متاخر زيه زي كل الباقيين على سي ان اس، بيعمل سيديشن، لكن ما ننساش انه ممكن يعمل مشكله اوحش بقى شويه. وطبعا الكونفيوجن والتريمورز والحاجات دي ممكن تكون ليها اسباب كتيره زي الاتروبين لايك وزياده المونو امينز، لكن افتكر السيجر ان هو بيعمل لورنج اوف ذا سيجر ثريشولد. الهارت مشكله مهمه قوي، بيعمل هايبوتنشن غالبا بالالفا بلوكر بوسترال وريفلكس تاكيكارديا واتروبين لايك، كل ده يؤدي الى مشكله كارديك ستيميليشن عالي قوي. كلمه كارديو توكسيك بقى لما يوصل الى مرحله الاريثميا، والاريثميا للاسف هتبقى فنتريكولار، ودي من النوع اللي بيخوف قوي. الكلام الاتروبين لايك انت عارفه بقى، كل عيوب الاتروبين. هو كاتب جنبها كده بارادوكسيكال سويتنج مي اوكير، والاتروبين بيعمل ايه في العرق؟ يوقف العرق مش كده؟ الجزء او الدواء ده او الترايسايكليك احيانا لقوا ان هم بيزودوا العرق شويه، فده حاجه بارادوكسيكال، ده عكس المتوقع وعكس المفروض، ويقال برضه انها سي ان اس اكشن. يعني حاجه من شغل الدواء ده بالمونو امينز اللي عليت دي على الهيت ريجوليتنج سنتر. يعني مالهاش علاقه بقى بكون ان هو بيقفل ماسكارينك او بيقفل اوتونوميك ريسبتورز يعني. الويت جين مش معروف سببه قوي الحقيقه، هو المفروض ما يزودش وزن برضه. ولا ايه؟ هو بيعلي السيروتونين وبيعلي مش عارف ايه. لو حصل ويت جين الكتب بعضها مفسرها ان هو علامه من علامات تحسن الاكتئاب. يعني هو كان مكتئب فكان ما بياكلش، فلما تحسن الاكتئاب بدا ياكل فاتخ. مش مقنع قوي التفسير، لكن هو موصوف معاهم على عكس الاس اس ار اي اللي كانوا بيعملوا انوريكسيا. الالرجي طبعا هيتبان في اشكال مختلفه، من ضمنها بون مارو ديبريشن، من ضمنها الكوليستاتيك جوندس. كتل بقى والادويه اللي بتعمل كوليستاتيك جوندس، حط بقى معاهم المجموعه بتاعت التراي سايكليك. الاكيوت توكسيسيتي از فيري كومن. اشمعنى؟ عشان العيان ممكن يكون عايز ينتحر، وعشان اعراضها بقى اهمها، اهم الاعراض اللي هتقلقك قوي ان في سيجرز او كونفلجنز، وان في فيتال فنتريكولار اريثميا. دي اهم حاجتين تقلق منهم. عايز بقى سكيم لعلاج الدواء ده، علاج الاكيوت توكسيسيتي بتاعت الترايسايكل. استمقوش صح؟ لو بدا يحصل في مشكله في الريسبيريشن بندي اوكسجين او ايفن ارتفيشال ريسبيريشن، دي غالبا اخر مرحله في اي تسمم، ان يحصل ديبريشن في الفايتال سنترز. ما عندناش انتيدوت صح؟ هو المفروض يبقى فيه في علاج الاكيوت بويزنج سبيسيفيك انتيدوت. ما عندناش انتيدوت، لكن اقدر اعتبر، في ناس بتعتبر ان الكلور برومازين كانه انتيدوت. كلور برومازين اللي هو كان ممكن يعالج السيجرز، وممكن يعالج حاجه مهمه قوي كمان، ان هو يعالج الضغط اللي حصل فيه مشكله، لان هو اشتغل كانه انتيدوت يعني. المهم بالنسبه لي بقى، احنا هنعامل العيان ده على انه اتروبين لايك توكسيسيتي، يبقى اديله الانتيدوت بتاع الاتروبين. مين الانتيدوت بتاع الاتروبين؟ صح، يا فايزوستين. هو المفروض طبعا نظريا اسيتايلكولين مش كده؟ لكن ما بينفعش اسيتايلكولين لاسباب انت فاكرها بقى من زمان، فبندي فايزوستين او نيوستين. مين احسن؟ نقعد بقى نقول المشكله بتاعت زمان، الفايزو كان حلو عشان بيعدي البلاد برين بارير، فيعالج البريفرال والسنترال مانيفستيشن. بس مشكله الفايزو ان هو توكسيك على سي ان اس، هو نفسه ممكن يعمل كونفلسنت. فكنا دايما بنعمل ايه بقى؟ ندي نيوستجمين وندي انتي كونفلسنت اللي هو الدايزيتام انترافيس. يبقى ده بالنسبه لل، انا قلت على فكره وانا بتكلم على العلاج، قلت الكربا، قلت الفينيتوين ولا قلت ايه؟ لا انا ما كنتش اقصد البرومازين خالص، والفينيتوين. الفينيتوين ده بيشتغل كانتي كونفلسنت، وده مشكلتي هنا في العيان ده، ان عنده تشنجات وفي مشكله كمان الاريثميا. يعني الفينيتوين بيشتغل كانتي اريثميك وكانتي كونفلسنت. يعني نعتذر للجماهير عن الغلطه دي، هو الفينيتوين مش الكلور برومازين. الدراج انتراكشنز كلها بقى متوقعه. الدواء ده بيعمل سيديشن فيزود شغل السيمبتومز لو باخد دواء تاني منوم او مهدئ زي الالكحول او الباربيتوريتس او غيره. هو ليه اتروبين لايك اكشن فيزود شغل الادويه الثانيه اللي ليها اتروبين لايك اكشن، سواء بقى كانت انتي هيستامينيك او كانتي سايكوتيك او غيره.
الادويه اللي سموها دايركت كاتيكولامينز، فاكرين كان الفيت بتاع الكاتيكولامينز المين فيت بتاع الادرينالين والنور والكلام ده، بيحصل له نيورونال ابتيك. لو انا مدي دواء مانع نيورونال ابتيك يبقى كاني بزود الافكت بتاع المجموعه. دي انتاجونايز حاجه بقى شرحناها زمان قوي في المنهج بس هفكرك بيها. فاكرين ده اسمه كلونيدين والفا بتاع الدوبا، كان طريقه شغلهم كانوا الفا 2 اجونست، كان بيشتغلوا كالفا 2 اجونست لان الالفا 2 كان انهبيتوري، كان بيقلل السيمباثيتك اوت فلو وبيقلل الهارت ريت والبلاد بريشر والرينال والكلام ده كله. تخيل بقى عيان بياخد تراي سايكليك انتي ديبريسنت وبعدين جه مثلا حصل له هايبرتنشن، فانت قررت تديله كلوريدين او الفا بتاعي دوبا. كويس؟ طول ما هو بياخد تراي سايكليك انتي ديبريسنت اخبار المونو امينز هنا ايه؟ عاليه. طيب من ضمن الحاجات اللي هتعلى نور ادرينالين، تفتكر هيحصل ايه في الالفا 2 ريسبتورز لما يعلى قوي النور ادرينالين؟ انت عملت تعلي اجونست على ريسبتور، لما الاجونست يعلى يحصل داون ريجوليشن. تعالى بقى ادي العيان ده كلونيدين او ادي له الفا ميثايل دوبا، ايه اخبار الاكشن بتاعهم؟ قليل، لان هو بيشتغلوا كاجونست على الالفا 2 وفي الحاله دي الالفا 2 ريسبتورز ار داون ريجوليتد. مفهوم يا جماعه؟ يبقى نقول تاني يا عمر صح؟ الترايسايكليك انتي ديبريسنس وظيفتها انها تعلي مونو امينز. سيبك من السيروتونين دلوقتي، هتعلي نور ادرينالين. النور ادرينالين ده اجونست بيشتغل على الفا 2، والقانون بتاع زمان قوي انك انت لما تعرض الريسبتور لاكسس اجونست يستخبى يحصل فيه داون ريجيليشن. فطول ما انت بتدي ترايسايكليك الالفا 2 عددها عمال يقل شويه. بالصدفه بقى العيان ده جاله هايبرتنشن وانت قررت دون عن كل ادويه الضغط تعالجه بالفا 2 ستيمولانت. هتدي الادويه دي تلاقي الريسبونس بتاعها مش كويس، لان هي محتاجه يكون في الفا 2 ريسبتورز واوريدي الترايسايكليك مقللين عدد الالفا 2 ريسبتورز، فتلاقي شغلهم اقل من الطبيعي. يبقى عشان كده هو كاتب بي انتاجونايز الانتي هايبرتنسيف اكشن بتاع الكلوريدين والالفا ميثايل دوبا، وقايل لك السبب بقى انه حصل داون ريجوليشن او بري سينابتيك الفا ريسبتورز. عرفنا بقى؟ اتفضل. ممكن هو اللي هي انتاجونيزم ليه؟ نوع ايه الانتاجونيزم؟ لا انت قول لي بقى نوع ايه الانتاجونيزم؟ ده سؤال حلو والله. نوع ايه الانتاجونيزم ده يا جماعه؟ اللي ما بين الترايسايكليك انتي ديبريسنت وما بين الكلونيدين. دوين مختلفين مش كده اهم صح؟ بس على نفس وبيشتغلوا على مكانين مختلفين. لا هو الترايسايكليك بيشتغل على الالفا ريسبتورز؟ لا ده بيشتغل اللي يمنع الابتيك، ولما يمنع الابتيك النور ادرينالين يعلى. يبقى دوين مختلفين بطريقتين مختلفين يعملوا حاجتين عكس بعض. يبقى اسمها فيسيولوجيكال صح؟ اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. عرفنا بقى مشكله الترايسايكليك مع النو انهبيتورز، عملوا اعراض تسمم شكلها تقريبا زي اعراض الاتروبين لايك. هي مش بس اتروبين لايك، هو ايه اللي حصل تاني غير ان الاثنين يبقى اتروبين لايك اكشن؟ الاثنين علوا المون امين صح، الاثنين علوا النور ادرينالين وسيروتونين وغيره، عشان كده تلاقي الضغط ممكن يعلى لانك انت معلي قوي النور ادرينالين وده ممكن يعمل اليفيشن في البلد بريشر. الأدوية اللي جاية بقى اللي هي قبل ما نقول الماو انهبيتورز، ما اعرفش الحقيقة اتقالت فيها ايه في المحاضرات، في مشكلة شوية في محاضرات الـ CNS مش عارف ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش، بس هي المجموعة دي المكتوب عندنا other دول أو non tricyclic دول اللي اسمهم الـ NSNRIs اللي هي سيروتونين نور ابنفرين ري ابتيك انهبيتورز. الفرق الوحيد بينهم وما بين الترايسايكليك هو الترايسايكليك بيعملوا كده ودول بيمنعوا الاثنين. الفرق بينهم كيميكال، ان الترايسايكليك كان الكيمياء بتاعتهم ثلاث حلقات مش كده اسمهم ترايسايكليك، دول مش بالضروره بقى، دول يا اما يقول عليهم تتراسايكليك يا اما اقول عليهم هيتيروسايكليك. المهم ان هم دي ار نوت ترايسايكليك. فيهم اسمين بقى يعني ما تستعجلش قوي في حفظهم، يعني انت عارف دايما متحمس وعايز تروح تذاكر تحفظ كل الاسامي وكده، معلش اجلها النهارده، تعالى على نفسك ويعني ونيم ضميرك شويه واستنى على الاسامي دي زي الاسامي بتاعت الادويه الجديده في الابيليبسي، زي الاسامي بتاعت الاتيبيكال انتي سايكوتكس. لو مطلوبه مننا يبقى ربنا يعيننا ساعتها يعني، لكن ذاكر الادويه الاساسيه يعني. هنا في دوائين، ده اسمه فينلافاكسين، فينلافاكسين ده بيشتغل بالطريقه اللي احنا قلناها انهبيت الاثنين نور ابنفرين وسيروتونين ري ابتيك. وكاتب جنبها جمله الحقيقه انا قعدت ادور عليها كتير قوي ما لقيتهاش، كاتب ان هم الدواء ده كمان نون سيلكتيف ريسبتور بلوكر، يعني عايز يقول ان هو بيشتغل بطريقه كمان ان هو لما بيقفل البري سينابتيك ريسبتورز بيزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميترز اللي احنا عايزينهم النور ابنفرين والسيروتونين، لكن المؤكد فيه ان هو بيمنع الري ابتيك.
الميزه الوحيده في المجموعه دي او في الدواء ده انه بيشتغل اسرع من التراي سايكليك، مش اسبوعين ثلاثه بقى، وان هو ممكن يعالج حالات ريزيستنت ما عرفتش اعالجها بالتراي سايكليك. لكن غير كده كل ما فيه تقريبا هو اعاده للتراي سايكليك. الدواء الثاني اسمه ديولوكسيدين، ديولوكسيدين ده بيمنع الري ابتيك بتاع الاثنين، وبيتاخد في حالات اليورينري انكونترنس، بقى هو البديل بتاع التراي سايكليك في وقت من الاوقات في علاج اليورينري انكونترنس او الانوريسيس اللي احنا قلنا عليه، وبيتاخد كمان كانتي انكزايتي. تفكر التراي سايكليك بيعالجوا البانيك والفوبيا والكلام ده، ده ممكن يعمل نفس الافكت. المجموعه نمره 4 ونمره 5 اللي هي مكتوبه سيلكتيف نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتورز، والمجموعه اللي اسمها المونو امين ريسبتور انتاجونست بيتقال عليهم في بعض الكتب اتيبيكال انتي ديبريسنتس. 4 و5 دول في بعض الكتب مسمينهم اتيبيكال انتي ديبريسنتس. واضح طبعا من الاولانيين دول هم بيشتغلوا بس على النور ادرينالين، بيمنعوا فقط النور ادرينالين ري ابتيك، ملوش علاقه بالسيروتونين. اول واحد فيهم اسمه البيوبروبيون، اعتقد عليه سؤال في الام سي كيو. البيوبروبيون بيمنع نور ادرينالين وبيمنع كمان شويه الدوبامين ري ابتيك، يعني في ميزه شويه عن الباقيين ان هو بيشتغل كمان على الدوبامين ري ابتيك. بيستخدم في الطب على فكره دلوقتي مش كانتي ديبريسنت، يمكن اكتر استعمال ليه بيتاخد عشان نوقف او مش نوقف بقى عشان نعالج مدمن السجاير. تعرف طبعا النيكوتين ده ادمان، مش كده؟ النيكوتين اتفقنا عليها بقى من اول السنه انه بيعمل سايكيك وفيزيكال ديبندنس، فيعتبر من الادويه الادكتيف. بدل ما نوقف النيكوتين فجاه بندي دواء بديل يقلل شويه اعراض الانسحاب بتاعت النيكوتين، بيدوا البيوبروبيون ده. بيدوه على فكره على شكل حاجه اسمها سلو ريليس بريباريشنز، يعني سستيند ريليز، يعني قرص يقعد فتره طويله او حتى باتش تحط لازق على الجلد كده عشان يطول. الماب بروتيرين مفيش حاجه فيه زياده خالص غير ان هو بيشتغل سيلكتيف نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتور. ولو عايز تعرف بس كمان هو بيقال ان هو رابيد اونست، يعني هو الميزه اللي فيه اللي بيشتغل اسرع شويه من مجموعه التراي سايكليك انتي ديبريسنت. في اتفضل الساعه 9 بجد والله بسرعه كده. طب الاتوموكسيتين والريبوكسيتين اصل هما دول ظروف كانوا دي بقى، يعني هما بيمنعوا النور ادرينالين ري ابتيك بس بداوا يستخدموه في حاجه ثانيه خالص غير الاكتئاب. فاكرين الاطفال اللي كان عندهم حاجه اسمها اتنشن ديفيسيت ديس اوردر او الاتنشن ديفيسيت هايبر كاينيتيك ديس اوردر؟ ده كان زمان، يعني هو لحد النهارده الحقيقه بيتعالج بامفيتامين وبيتعالج بادويه شبه الامفيتامين، بداوا يعالجوهم دلوقتي بالادويه دي اللي هو الاتوموكسيتين ده والريبوكسيتين، يعالجوا نور ادرينالين فيصلحوا الخلل بتاع عدم القدره على التركيز والانتباه. انا اتعقدت في الساعه 9 دي خلاص، بكره ان شاء الله معاك بقى زي ما احنا الساعه